السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. أه بدا الكيان الاسرائيلي المحتل اراضينا الحره في فلسطين الجزء الاخير او قبل الاخير من خطته، الجزء الرابع وهو تقسيم قطاع غزه، واعاده احتلال جنوب غزه، وصرح انه سوف يحكمه بنفسه امنيا ثم صارت هناك الكثير من المقترحات ومنها دول جوار مصر رفضت هذا الكلام ومنها يعني السلطه الفلسطينيه واعتقد انها سوف تخطئ كثيرا ان لم يكن في ظل حل شامل للقضيه الفلسطينيه. قطاع عفوا الضفه الغربيه بتشتعل يعني 127 شهيد الى الان من الضفه الغربيه و250 الف من المستوطنين معاهم سلاح النهارده. آه، مشكله كبيره جدا في الضفه الغربيه. آه، والمقاومه اعلنت انها استعدت للحرب. دي المحاور اللي احنا هنتكلم فيها النهارده معاكم ونحاول ندور معاكم على الحقيقه في طريق المعرفه. <applause> من امريكا قناه تهتم بالشان الامريكي والسياسه الدوليه وبالاخص منطقه الشرق الاوسط وفي القلب منها مصر والامه العربيه نبحث معا عن الحقيقه في طريق المعرفه اهلا بكم انا مكشر قوي وانتم معايا في طريق المعرفه كنت قلت لكم اول امبارح امبارح آه ان الرئيس عبد السيسي هيتقابل مع رئيس جنوب افريقيا آه سالفاكير وده لقاء مهم جدا لان آه يعني آه في اكتر من حاجه آه شمالها الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين السيد سالفاكير رئيس دوله جنوب السودان هنتكلم في الموضوع ده او حنوريكم آه يعني كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي و وما حدث وهو موضوع بالتاكيد مهم جدا لابد ان نحن نضمه الى محاور الحلقه بيعمل ايه العدو الاسرائيلي في اراضينا الحره في فلسطين ويعني في مجسم يعني مش خريطه للوضع هناك هو عاوز يقسم قطاع غزه بالعرض وهو نجح خلاص انه يقطع القطاع ووصل خلاص الى ساحل غزه على البحر المتوسط مع تكبد الكثير من آه الخسائر في آه الأفراد وأيضا في المعدات المقاومة بالتأكيد يعني كبدته الكثير وده كان واضح جدا على آه أوجه أعضاء الكنيسة بعد لجنة الاستماع اللي عدوها مع آه مسؤولين الأمن القومي في أمريكا واطلعوا على ما يحدث على الأرض وشافوا فيديوهات وصور بالتاكيد يعني كانت مؤثره جدا بالنسبه لهم انهم خرجوا بيبكوا من القاع رجال ونساء وبدات تتصاعد موجة الجنان ولابد ان نستخدم النووي زي ما قالت تالي عضو الكنيسة وزي ما قال شلومو عضو الكنيسة الاسرائيلي وتواجه هذا الكلام الرئيس عفوا الوزير المسؤول عن الثقافه في اسرائيل قال هذا التصريح رفضته بالتاكيد كل دول العالم الولايات المتحده الامريكيه اصدرت تقرير تصريح برفضها هذا الكلام واعتقد ان العالم كله بدا يتنبه ان يمكن ان يصاب بنيامين نتنياهو بالجنون مما يحدث على الارض وعدم الاتزان. طيب بعد كده عايزين يعملوا ايه؟ هم عايزين يخلوا تماما شمال يعني قطاع غزة من المدنيين ويتم تدميره تماما وأعتقد الخطة ضمه إلى إسرائيل ضمه إلى إسرائيل لو فشلت خطة إزاحتهم إلى سيناء اللي هم بيحاولوا عليها جاهدين وبعدين يعني دول العالم كلها تقريبا كلمت مع رئيسها عبد الفتاح في هذا الامر وبالتاكيد الموقف المصري رافض لهذا الموضوع. وهو اعتداء على السياده المصريه ولن نتحدث اصلا في الموضوع من اساسه. فاذا ما فشلت خطه التخلص من الفلسطينيين ستكون قصه اعاده احتلاله وادارته امنيا من اسرائيل وده تصريحات طلع بها بنيامين نتنياهو هنوريكم برضو تقارير بهذا الموضوع. او انه يستعين بدول الجوار او لجنه دوليه وبداوا يتكلموا تاني ومصر رفضت تماما بيفكروا يسلموه إلى السلطة الفلسطينية وأعتقد ان السلطة الفلسطينية والسيد رئيس الوزراء محمد شتية قال يعني لن يكون هذا إلا في إطار دولة فلسطينية طيب كلمة دولة فلسطينية دي احنا بنتكلم فيها كتير ويعني و... وبنتكلم بنقول ان هي هل ممكن تتحقق أو مش ممكن تتحقق إيه السبب الرئيسي اللي بيقف أمام عدم تحقق حل الدولتين لأن بنيامين نتنياهو أدى المجال إلى المستوطنين أن هم يفتحوا الكثير من المستوطنات في الضفة الغربية فتأكلت مساحة الضفة الغربية كثيرا وأصبحت النهاردة زي جزر في داخل كيان إسرائيل فإذا ما أرادت إسرائيل السلام وأرادت حل الدولتين يبقى لازم يتم نزع هذه المستوطنات ويعود قطاع ويعود الضفة الغربية بكاملها للفلسطينيين وده بالتأكيد صعب جدا أن تنتزعوا من إسرائيل. إحنا بشق الأنفس بخلع الدرس خليناهم يفككوا المستوطنات اللي في سيناء وانسحبوا وكانت يوم حزن ويوم عار في إسرائيل عندما حدث هذا. فهو ممكن نصل له، ممكن نصل له لو تم الضغط. والضغط على اسرائيل النهارده آه يعني آه آه ممكن يحصل، طبعا في ظل اللي بيحصل النهارده والدعم الكامل من اوروبا ومن امريكا صعب، لكن بدا النهارده الامريكان ياخدوا بالهم. وبدا يقولوا للاسرائيليين لقد بدا آه آه الدعم يتاكل. وان هناك سوف نصل نقطه التحول اللي هي من الدعم الى الادانه. وده بالتاكيد يعني رساله من امريكا لاسرائيل انها تسرع في الموقف. تخلص بسرعه زي ما بيقول للاسف الشديد. آه طيب ايه اللي ممكن بقى يضغط؟ في مقالة نشرت هل ممكن إسرائيل أن تصبح أوكرانيا ثانية؟ تخيل ممكن ليه ممكن آه إذا ما تم تصعيد الأمر وهناك آه يعني محاولات النهاردة آه مستميتة من الخارجية الأمريكية بتحييد إيران من الدخول في المعركة وإيران بدأت تصرح تصريحات أنها ممكن تدخل وقلت آه لكم كان في صفقة ما بين أمريكا وما بين الصين لاحتواء إيران والنهاردة الصفقة دي كمان بدأت إيه تبلور من الاتفاقات الأمريكية الصينية والتفاهمات اللي بتحصل النهاردة بين الصين وبين أمريكا وأعتقد أن أمريكا تعهدت بعدم دعم تايوان أو إرسال السلاح مرة أخرى لتايوان أيضا هناك لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس تشي الصيني في قمة أمريكا أسيا في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا الأسبوع القادم وبدأوا في مفاوضات دخول الصين إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية اللي هي الأخيرة اللي بقى اللي هي ستارت ثلاثة الأخيرة اللي لم يتم هدمها بين أمريكا وبين روسيا ولكن تم تأجيلها إلى فبراير 26 بدأ الحديث مع والحوار مع الصين النهارده إلى دخول الصين إلى هذه المعاهدة بالتأكيد هي فائدة للإنسانية وليس فقط لأمريكا أن دخول الصين لأن الصين النهارده عندها 500 راس نووي و... وعندها تسارع في البرنامج النووي بتاعها انها ممكن تصل في 20 30 الى يكون 1000 راس نووي طبعا دي يعني كارثه زياده عدد الاسلحه النوويه النهارده امريكا عندها 3700 راس نووي آه روسيا عندها 5000 4500 راس نووي آه دي بالتاكيد يعني ارقام مرعبه ف في تفاهمات امريكيه صينيه وده طبعا بيصب على ايه على ايران كمان في تفاهمات آه بس يعني بي بي بتوسع امريكا بتضغط على تركيا وتركيا بتضغط على العراق والعراق بتضغط دلوقتي على ايران لعدم الدخول في ما يحدث في حاجات كثيره بتحصل في آه يعني هذا الملف واعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه ترى ان توسيع النطاق هذه الحرب والدخول في حرب اقليميه لا في صالح الولايات المتحده الامريكيه ولا في صالح اسرائيل لو دخلنا في حرب اقليميه ستصبح اسرائيل اوكرانيا ثانيه ليه لن تستطيع الولايات المتحده الامريكيه انها تدعمها بكامل الدعم اللي هي متوقعه اسرائيل واحد اقتصاديا اثنين عسكريا النهارده عشان تقدر تدعم اسرائيل في حرب اقليميه بعد يعني حالة الغضب اللي موجودة النهاردة من دول من دول الإقليم هيبقى الموضوع متوسع يعني ممكن مصر تدخل إيران تدخل ممكن القوات العربية تدخل فحماية إسرائيل في هذه الحرب ما هياش مضمونة اقتصاديا كمان عسكريا آخر الإحصاءات بتقول أن الجيش الأمريكي تقلص إلى 450 ألف وموجودين أغلبهم في أوروبا الشرقية عشان أي تطورات في الملف الأوكراني والدخول في صراع طيب الصين بالتأكيد بتمثل النهاردة ثقل في المنطقة طيب الناحية الثانية احنا قلنا روسيا بس روسيا لغاية النهاردة لم تحدد وهي على مسافة واحدة النهاردة بتتكلم في مؤتمر سلام وهناك علاقات جيدة ما بين روسيا وبين إسرائيل بل أن بنيابين التنهي بيقول عليه صديقي بوتين أه وهناك تفاهمات في حتى في العمليات العسكريه اللي بتقوم بها اسرائيل والقصف اللي بتعمله أه على الاهداف الايرانيه داخل الملف السوري بتم الاتفاق عليه مع الروس فيعني انقلاب روسيا على أه يعني اسرائيل في هذا التوقيت لا اعتقد ممكن لو تطورت الامور حرب اقليميه ممكن هتقول لي لو مصر دخلت استوريا هتخش بقى روسيا عشان لا 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 مش عشان مصر عشان ايران العلاقات الروسيه الايرانيه في الفتره الاخيره علاقات جيده جدا. وقلت لكم في 2019 عملوا مناورات عسكريه مشتركه روسيا الصين ايران ودي كانت اول مره تتم. غير ان في تبادل تجاري روسي ايراني ب 25 مليار دولار على مدار العشر سنوات القادمه ده غير الصين 50 مليار دولار على خمسة 25 سنه القادمه. فلو دخلت ايران هيحصل ايه؟ هيحصل اعتداءات اسرائيليه وامريكيه على ايران. هنا ممكن تدخل روسيا وممكن يتوسع الموضوع الى حرب اقليميه ولا ما لا يحمد عقبه طيب يبقى النهارده المحور الرئيسي في عدم الدخول في حرب اقليميه مين؟ ايران. مش احنا، مش مصر. ناس كتير متخيله ان يعني المقصود مصر والكلام ده غير حقيقي. بل بالعكس هناك يعني رسائل تطمينيه النهارده خلاص حلف الناتو النهارده يعني يعني في حديث له آه النهارده يعني في آه كلمه قالت ان حلف الناتو مش مش هيدخل في العمليات العسكريه اللي بتحصل الا اذا كانت هي حرب عالميه وتم الاعتداء بقى على امريكا او تم الاعتداء على آه آه يعني دول آه تناصر آه يعني موجوده في الحلف الناتو وفقا للماده الخامسه ممكن يحصل دخول للعمليات العسكريه طيب هل يمكن ان يدخل في تحالف؟ تركيا ممكن تعطله. طيب اما ذكر موضوع آه سلاح النووي طبعا تركيا انزعجت جدا ليه؟ اي تفجيرات نوويه في المنطقه هي اولا مب يعني مبدئيا هم بيكلموا في نووي تكتيكي. خلاص؟ آه هذا النووي التكتيكي بيعمل حاله من التدمير كبيره جدا والاشاع بتاعه ما بيبقاش بينتشر زي الاشاعه القنابل الايه الاستراتيجيه اللي هي القنابل التقليديه النوويه لكن انزعجت جدا تركيا وطلع تصريح من باكستان قلب الموازين كلها قال لك اذا ما طلبت تركيا لحمايه تركيا السلاح النووي مننا هنديهم له والعلاقات جيده جدا ما بين الجيش التركي وبين الجيش الباكستاني ف أمور كتيرة بتطلع كده مع بعضها دلوقتي، أما تيجي تقراها في 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 مجمل واحد هتلاقي إحنا مش داخلين على حرب إقليمية. ومش داخلين على معارك. وبدأت النهارده الناس تعرف يعني إمبارح اسمها يا ربي بتاعت الاتحاد الأوروبي. تمام؟ طلعت قالت في تصريح مهم جدا، قالت نحن ضد التهجير القسري ليه الفلسطينيين من أراضيهم تمام وده يعني تطور كبير جدا ليه الغرب كان في الأول بيناصر إسرائيل وإسرائيل عايزين يخلصوا الموضوع وعايزين يعني يخلصوا وانس وان فور اول ويعملوا بقى الايه الوطن القومي له لان هم من مشاكلهم عشان يعملوا الدوله اليهوديه بتاعتهم ان عدد الفلسطينيين الموجودين اكتر من عدد اليهود زي ما حكيت لكم قبل كده اليهود حوالي 6 مليون، الفلسطينيين في 2 وربع في عرب 48، و3 وربع في الضفه الغربيه يادي 8.5 مليار، عفوا 6.5 مليار، زائد 2.5 تقريبا يبقى انت بتتكلم في 8 وشويه 9 مليار آآ آآ فلسطيني امام سته يعني بيفوقوا اليهود في العدد. وده من الاسباب الكبيره جدا عايزين يخرجوا الفلسطينيين من فلسطين حتى ينفردوا بارض فلسطين كلها كدوله يهوديه. آه برضو الخارجيه الاسرائيليه قالت ان احنا ما قلناش ان احنا عايزين نهجر ناس للاردن. طبعا يعني هم الخطه بتاعتهم ايه؟, إيه يرموا فلسطينيين غزه في مصر ويرموا فلسطينيين الضفه الغربيه في الاردن. ويبداوا بقى يدوروا على عرب 48 ازاي هيخرجوهم ازاي؟ عشان تصبح اسرائيل دوله يهوديه كل من يقطنها يهودي. وده الصراع الديني اللي بيننا وبينهم. ان هم الحرب بتاعتهم بيعملوا دي حرب عقائديه، حرب دين. هم دي الخطه اللي عايزين ينفذوها وعايزين ينفذوا دولتهم وفقا لمعتقداتهم في الكتاب المقدس اللي احنا بنقول انها محرفه. طيب فكنا لما قلت لكم ان في آآ آآ يعني لقاء عمله احمد منصور مذيع الجزيره مع احمد ياسين الله يرحمه اللي هو كان يعني قائد حماس في هذا الوقت وقال له ان دوله اسرائيل سوف تنتهي خلال 80 سنه وفقا للقران وان هم يعني 26 او 27 او 28 اتضح ان الموضوع ده طبعا قلت لكم اللي انا هحكي لكم عليه وبقول ان انا شايف ان ده يعني قراءه انا قريتها وشايف انها يعني واقعيه ده ايه؟ بما تأثر لي من معلومات في هذا الوقت. لكن عندما تستجد معلومات جديده تمام وتطرح طرح جديد وطرح اكاديمي ان هذه الروايه كاذبه وان لها ليس لها مجال من الاعراب خلاص موضوع نهايه دوله اسرائيل وما جاء في القران ودولتين وقاموا وربنا هدهم وقاموا تاني وربنا الكلام ده حقيقي طبعا في القرآن، ما ذكر في القرآن حق، ولكن كان ما قبل الإسلام. هذا حدث فعلا مع اليهود قبل ظهور الإسلام. يبقى موضوع وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وعد وقال وان عدنا عدنا خلاص والأولى والآخره، والآخره هنا مش معناها يوم القيامة، الآخره هنا وفقا للغة العربية الفصحى عندما يقول العرب أولا ما يقولوش ثانيا، يقولوا أولا وآخرا. لما هيبقى في ثلاث حاجات يقول اولا وثانيا واخرا لكن لما يبقى اولا وما فيش حاجه تاني يبقى الاخره هنا مش معناها الاخره اللي هي يوم القيامه معناها المره الثانيه فهذا ينسف تماما اللي اتقال طب الله طب اللي اتقال ده جه منين و و و والناس مشيت ورا بالكلام ده بالكلام ده ازاي هقول لكم بقى تخيلوا الكلام ده جه من واحد اسمه عبد المعز عبد الستار ده كان من شيوخ الازهر عبد المعز عبد الستار تمام في سنه 1948 طلع الموضوع ده مين بقى عبد المعز عبد الستار هو نائب حسن البنا او حسن السعادي وهو اللي بعته البنا في سنه 47 لفلسطين عشان يبدا يروج لهذه الاكذوبه عشان يبنوا عليها اليهود اللي بيعملوه النهارده والكلام ده كله فموضوع نهايه دوله اسرائيل يعني 2027 2026، وهتتاكد من الداخل كل الكلام ده غير حقيقي يعني احنا لابسينهم لابسينهم لغايه ما ربنا يعني يقرر في هذا الموضوع فموضوع بقى الاحلام اللي عند الناس ان خلاص يعني كلها كام سنه وهتسقط وحت دوله اسرائيل وربنا وحي... ربنا هيهزمهم والكلام ده كله آه للاسف الشديد مش حقيقي وان مطلق هذه الاشاعه اخواني برضو يعني هم ورا كل مصيبه يا سبحانك يا رب ورا كل كارثه هتلاقي اخواني ورا كل مصيبه هتلاقي اخواني فانا برضو عشان كلمتكم في الموضوع ده قبل كده فأني برجع تاني وبقول لكم ان وفقا لما تيسر لي من معلومات خلاص وقراءة وبحث لقينا إن الموضوع لا ده كذبة كبيرة جدا واللي طلع الكذبة دي واحد بشخصه والموضوع ده اللي عاوز يدور عليه هيلاقيه البحث اللي هو نشره ده عبد الستار عبد المعز نشره في مجلة الأزهر خلاص في سنة 1948 المجلد 27 صفحة 689 يعني بالمجلد والصفحة روح دور هتلاقي هذا البحث الذي نشره و... وكان البحث بيتكلم على نهايه اسرائيل اللي هي تفسير سوره الاسراء و... ونهايه دوله اسرائيل. ف يعني طبعا خبر مش لطيف بالنسبه لكم يعني أنتوا عايشين على امل ان هم هيخلصوا وهيموتوا لا لا انا عايز اقول لكم خلاص الموضوع ده مش حقيقي. طيب نرجع تاني بقى لبقيه الخطه بتاعتهم. هم طبعا عرضوا على فكره على السادات مراحم بيجي عرض على السادات قال له خد غزه والنبي عشان خاطر ياخدها. فرفض طبعا السادات الكلام ده قال له لا طبعا. هذا غير غير مطروح للنقاش يعني. فهم يريدوا التخلص من غزه باي شيء باي شكل. غزه بالنسبه لهم يعني هم عارفين كويس قوي ان غزه لن تموت عارفين كويس قوي ان المقاومه لن تموت ولن يستطيعوا القضاء على المقاومه و... وبدات الخطه الاسرائيليه تفشل وبدا ال... الوعود اللي وعدها للاسرائيليين بتتبخر امام صلابه هؤلاء الرجال ف ايه اللي بيحصل بقى ده هنشوفه معاكم في تقرير عملته العربيه ربنا سهل بقى ما عملناش كوبي رايت تمام وهنشوفه معكم. حماس استحدت لحرب طويله جدا في قطاع غزه هذا ما يقوله مصدران مقربان من الحركه لوكاله رويترز لكن كيف تقاتل حماس القوات الاسرائيليه وما هي خططها وماذا تملك من سلاح لذلك في غزه توجد انفاق ولكن دون قطارات اطلقت عليها اسرائيل مسمى مترو غزه انفاق بنتها حركه حماس قبل 16 عاما يتحصن فيها مقاتلو حماس حيث تمكنهم من التحرك في انحاء القطاع باستخدام شبكه واسعه من مئات الانفاق المعقده بطول 500 كيلو متر وب... طولها 500 كيلو متر تضم 1300 نفق مع ان مساحه القطاع كله 365 كيلو متر مربع 41 طول و19 عرض بينزل يعني يبقى رفيع يبقى ايه بيعرض 500 كيلو من الانفاق في عمق يتراوح بين 30 او 40 مترا وبعضها حتى 80 مترا تحت الارض هذه الانفاق تحولت لملاجئ وملاذ لمقاتلي الحركه وايضا مواقع للتخزين ليس للاسلحه والعتاد فقط بل المواد الغذائيه والإمدادات الطبيه وتكفي لفترات طويله جدا. قالوا الفتره ممكن من ست شهور لسنه تخزين الكميات الأغذيه والإمدادات الطبيه بل عندهم مستشفيات ميدانيه داخل الأنفاق. رغم التفاوت الهائل في موازين القوى العسكريه بين إسرائيل وحماس إلا أن هجوم السابع من أكتوبر كشف عن مستوى جيد من التسليح والتدريب وظهور أسلحه نوعيه بيد الحركه فماذا نعرف عنها؟ سلسلة الحروب التي خاضتها حماس مع القوات الإسرائيلية دفعتها لتحسين قدراتها العسكرية من عتاد ومقاتلين بل أربعين ألف مقاتل موجودين في الأنفاق دي بلغ عددهم نحو أربعين ألف مقاتل من ضمن الأسلحة التي كشف عنها هجوم أكتوبر كانت الطائرات المسيرة محلية الصنع والطائرات الشراعية التي حملت مقاتلي حماس إلى مسافة 25 كيلومترا داخل المستوطنات الإسرائيلية إضافة لقنابل حارقة دمرت أليات ودبابات إسرائيلية وصواريخ جديدة بعيدة المدى وصلت تل أبيب ومنظومة دفاع جوي محلية الصنع أطلق عليها اسم متبر 1 مصدران قريبان من قيادة حماس أكد لرويترز أن الحركة واثقة من أن مقاتليها سيصمدون داخل الأنفاق لعدة أشهر وستكون غزه بمثابه كمين للقوات الاسرائيليه الا ان الاخيره تعول على جر مقاتلي حماس لحرب شوارع خارج الانفاق او نفاذ ما يمتلكونه من امدادات. ده تقرير على يعني القدرات اللي عند المقاومه وعددهم وما يعني نستطيع ان نقول انه فعلا سوف تكون كمين. حتى غير بقى عندهم حاجه اسمها بوبي ترابس، بوبي ترابس دي آآ آآ اللي اتعمل مع الجيش الامريكي في فيتنام. في فيتنام كان عندهم برضه انفاق على فكره في فيتنام للمقاومه و اللي كبدوا الامريكان يعني خسائر في الارواح رهيبه جدا، فوق ال ألف امريكي مات في حرب فيتنام. كان بيعملوا ما يحاولوا يخشوا الانفاق دي عشان يعني يقضوا عليهم آه بيعملوا زي كده الهنود الحمر كانوا بيعملوا زي القدماء المصريين وزي حاجات كتيره جدا آه حمايه جوه الانفاق يبقى في اشواك موجوده من آه خشب البيمبو آه ومعموله بحيث ان اول ما تخش وتدوس على حجره معينه او تدوس على حاجه معينه تقفل وتدخل فتمزق الايه اللي موجود آه بتقطعه يعني آه حاجات كتيرة جدا غير عبوات ناسفة غير آه يعني كمائن وألغام آه حتى لو حاولوا أنهم يخشوا ويدوروا آه ممكن جدا تكون الخسائر آه فادحة في آه الجيش الإسرائيلي كمان في آه يعني قلت لكم أن النهاردة آه آه أمريكا بتحاول تضغط على إيران بكافة بي السبل وقلنا دلوقتي في الضغط اللي هو الإيه يعني العلاقات الأمريكية التركية والعلاقات التركية العراقية والعلاقات العراقية ال يعني الإيرانية وشفنا بعد لقاء بلينكين بعدها على طول راح السوداني رئيس وزراء العراق إلى طهران نشوف معاكم التقليل أنتوني بلينكين يصل إلى بغداد دون إعلان مسبق ولا يعلم احد بزيارته الا بعد مغادرته الى انقره بعد ساعات فقط يغادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى ايران فاي رساله سياسيه تمر عبر مثلث بغداد انقره طهران بالنسبه لوزير الخارجيه الامريكي اولويه بلاده واضحه منع النزاع في غزه من التوسع ومعنى ذلك المباشر ردع ايران وحزب الله هذه الاولويه تحولت الى رساله بل الى رسالتين صحيفه نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين امريكيين قولهم ان واشنطن ابلغت طهران عبر شركاء اقليميين منهم انقره انها مستعده للرد عسكريا على اي هجوم من ايران او حزب الله على اسرائيل يعني أمريكا بتوصل لهم ما تقربوش من الصراع وإلا ممكن نضربكم أما الرسالة الثانية فهي أن الصبر واشنطن نفذ أمام هجمات الأذرع الإيرانية على قواعدها في العراق وسوريا وسترد عليها بقوة كان من المهم ارسال رساله واضحه الى اي شخص قد يسعى لاستغلال الصراع في غزه لتهديد موظفين في العراق او في اي مكان اخر في المنطقه، رسالتنا ببساطه لا تفعل ذلك. لكن منع النزاع من التوسع ليس الاولويه الوحيده لواشنطن اولويه اخرى تحرك واشنطن وهي تحرير الاسرى داخل قطاع غزه. ولهذه المهمه توفد واشنطن إلى المنطقة أرفع رجالها في هذا المجال رئيس السي آي اي نفسه ويليام بيرنز لمتابعة المزيد <applause> أعتقد يعني أنه ويليام بيرنز مش هيعمل حاجة كتير في اللي بيحصل لأن هم حاولوا و... وجربوا والوحدة اللي دخلت أبيدت عن بكرة أبيها بل بعضهم رجع أشلاء فالموضوع في منتهى الخطورة بالتأكيد طيب ايه اللي بتعمله بقى النهارده يعني بنيامين نتنياهو وعاوز ايه واسرائيل عايزه ايه في تقرير مهم جدا عملته سكاي نيوز هيشرح لنا ايه اللي بيحصل بالترتيب كده حاجه جميله جدا ونشكرهم على آه هذا التقرير ونستاذنهم في استخدامه يعني قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أن قوات سلاح الجو تستطيع الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط ده برضو تصريح في منتهى الخطورة وتصريح طبعا بتوصل رسالة لدول الجوار إسرائيل تستطيع أن تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط تصريحات هليبه تاتي في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعه الصراع في الشرق الاوسط ودخول اطراف اخرى على الصراع الدائر حاليا بين اسرائيل وحركه حماس في غزه. تمضي الحرب في شهرها الثاني في قطاع غزه الصغير، لكنها في كل يوم تنذر بتمدد الصراع الى الشرق الاوسط الكبير. وعلى ان اسرائيل كانت المنادي الاول بحصر الحرب في غزه. كي تتمكن من تركيز جهودها في حربها ضد حماس، إلا أن رئيس أركان جيشها، هارتسي هاليفي، أنذر الشرق الأوسط بأن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع الوصول إلى كل مكان فيه منذ شهر نشهد حربا نسدد خلالها ضربات قاسيه للغايه لحماس ونضرب القاده في الحركه وندمر البنى التحتيه التابعه لحماس في غزه ولكننا ايضا مهيئون للتعامل مع اي جبهه اخرى اذا لزم الامر وهذه الوحده تعرف كيف تصل الى اي مكان في الشرق الاوسط وتتباين المواقف حيال تصريح هاليفي بين ان يكون مظلي الكوماندوس السابق قد سقط سهوا في فخ التصريحات المدفوعه بالشعور بفائض القوه وهو بين هو طبعا بيقصد الجبهات ايه؟ ما هو هما كم جبهه اللي قدامهم؟ ما فيش هما جبهتين الجبهه الشماليه والجبهه ايه؟ الجنوبيه. طبعا الاردن ايدك ومنها الارض طبعا احنا عارفين الاردن عمرها ما هتعمل هجوم على اسرائيل. فيعني لم نفسك يا حليفي والا انت عارف هيحصل ايه وهتاخد في ايه يا ايفي لدني مقر السرب ادير لمقاتلات اف 35 في قاعده نفاطيم الجويه ببئر السبع وبين ان تكون رسالته موجهه حصرا الى جماعات مسلحه مواليه لايران تنتشر في اكثر من منطقه في الشرق الاوسط وتنادي بزوال اسرائيل لكنه هاليفي هفى عن تحديد الجهه المخوله استلام الرساله وفي كلا السيناريوهين تذكي تصريحات هاليفي النيران في منطقه تعج بالبارود وتزداد المخاوف فيها كل يوم من اتساع رقعه الصراع وانضمام اطراف جديده لحلبه تتصارع فيها حتى اللحظه حماس واسرائيل على ارض غزه وبين سكانها بيد أن جماعات مسلحة تنشط على خط الصراع في لبنان وسوريا والعراق واليمن جميعها بدفع إيراني إلا أنها لا تزال حتى اللحظة تنحصر ضمن قاعدة الفعل ورد الفعل فيما تربط شرق المتوسط حاملتا طائرات وغواصة نووية وسفن حربية أمريكية وغربية من باب إظهار الدعم العسكري واللوجستي للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وبالتوازي كي لا تتطاير الشظايا خارج حدوده الضيقه تصر اسرائيل على موقفها الرافض لوقف اطلاق النار في غزه الى حين تحقيق ما تصفه باهداف حرب على القطاع بانهاء قدرات حماس واطلاق سراح الاسرى لديها واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان بلاده ستتولى لفتره غير محدده المسؤوليه الامنيه الشامله في قطاع غزه بعد الحرب التي تخوضها حاليا ضد حماس لما ما قلت لك في العنوان النهارده انه بيقطع وهيحط الفلسطينيين كلهم في مكان ويتولى بنفسه المسؤوليه الامنيه جوه اعاده احتلال. قال نتنياهو في مقابله تلفزيونيه اجرتها معه شبكه اي بي سي نيوز الامريكيه انه في حال عدم تولي تلابيب هذه المسؤوليه الامنيه فسيندلع ارهاب حماس على نطاق واسع. في إشارة وتذكير بهجوم السابع من اكتوبر الماضي وردا على سؤال بشان الجهة التي يفترض بها ان تحكم قطاع غزة بعد الحرب لمح حنتنياه الى اولئك الذين لا يريدون مواصلة السير على طريق حماس وتشير مصادر الى ان الول... اللي هم السلطة الفلسطينية محمود عباس الولايات المتحدة من جانبها أعدت خطة لما بعد انتهاء الحرب ويتمثل الاقتراح الأمريكي المبدئي في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة لكن هذا يرفضه اليمين الإسرائيلي وقال بلينكين أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي أنه سيكون من المنطقي أن تتولى سلطة فلسطينية الحكم والمسؤولية الأمنية في غزة لكنه أضاف إذا لم نتمكن من ذلك فهناك ترتيبات أخرى مؤقتة قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة وقد تشمل وكالات دولية وفي مقابلة حديثة مع صحيفة الغارديان استبعد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية الذهاب إلى غزة ليحل محل حماس دون اتفاق شامل يشمل الضفة الغربية وولادة دولة فلسطينية واقترح خبراء في المنطقة لصحيفة غاردين البريطانية إمكانية دخول قوة متعددة الجنسيات إلى غزة مهمتها ستكون لفترة انتقالية لحين تشكيل قوة شرطة فلسطينية من قطاع غزة وتدريبها وتجهيزها لتتولى مهام حفظ الامن ويرى البعض انه امام الصعوبه التي وجدتها اسرائيل في تحقيق حسمها العسكري بعد مرور اكثر من شهر على عمليتها يصعب الحديث عن سيناريوهات ما بعد حركه حماس بالتزامن مع مواصله تل ابيب لقصفها العنيف على القطاع وضبابيه المشهد لما سيتبقى من هذه المساحه. آه، كلام في منتهى الاهميه بالتاكيد ومحاولات مستميته من اسرائيل ل تدارك الموقف ان النهارده هو حس ان اللي هو الخطه بتاعته الرئيسيه فشلت واعتقد ان من افشلها عشان بس يعني ما فيش داعي ان احنا يعني نزايد من افشلها الرئيس عبد الفتاح السيسي فبالتاكيد هناك فشل لخطه اسرائيل وان شاء الله هناك انتصار للمقاومه وقريبا جدا ستنتهي العمليات العسكريه وتعلن اسرائيل زي كل مره فشل العمليه العسكريه وانسحابها ان شاء الله ربنا يستر بس لا تتطور الامور قبل ما نصل الى هذه النتيجه باذن الله طيب قلت لكم في بدايه الحلقه على مقابله الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد سيلفا كيركي الرئيس دوله جنوب السودان ده كان جزء من مؤتمر صحفي اللي حصل النهارده عفوا امبارح فضل استريح بسم الله الرحمن الرحيم اخي فخامه الرئيس سيلفا كير رئيس جمهوريه جنوب السودان الشقيق رحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر وبالوفد المرافق لكم رحب بكم في بلدكم الشقيق التي تربطها روابط أزلية وتاريخ ممتد دعمت خلاله مصر تطلعات شعبكم الكريم نحو مستقبل أفضل إيمانا بحقه في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة وأكد لكم فخامة الرئيس تقديرنا الكامل للجهود التي تقومون بها من أجل استقرار وأمن بلادكم السادات والساده اجريت اليوم مع شقيق الرئيس الفاكير مباحثات ثنائيه معمقه ومثمره عكست توافر الاراده السياسيه لبلدينا نحو تعزيز الشراكه الاستراتيجيه المتكامله بين البلدين في مختلف المجالات واكد انه رغم التحديات الاقتصاديه الدوليه الا ان مصر لن تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جمهوريه جنوب السودان وشعبها الشقيق لا سيما في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنيه في مختلف المجالات لقد اكدت كذلك خلال مباحثات دعم مصر الكامل لجهود الرئيس الفاكير وجميع الاطراف الجنوب سودانيه من اجل تحقيق السلام في البلاد واود الاشاده في هذا الصدد بالجهود المبذوله من قبل الاطراف السياسيه في جنوب السودان للمضي قدما في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي خلال ديسمبر من العام القادم ودعمنا الكامل لجهود الحكومة لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنمية ده كان جزء من المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح ورئيس دولة جنوب السودان السيد سلفا واعتقد ان يعني طبعا احنا فاهمين اللي دار في الاجتماعات ايه وحده جنوب السودان ان هناك محاولات لتقسيم جنوب السودان وايضا الحديث عن المشروعات المشتركه وبالتاكيد المشروعات الخاصه بنهر النيل الابيض و هيتطرق الامر لقناه جونجلي وايضا كيف ندعم الموقف بين السودان جنوب السودان وايضا ما يحدث في يعني السودان في شمال دولة جنوب السودان فاعتقد ان الموضوع ايضا تطرق الى سد النهضه وهي يعني دمج للعلاقات المصريه مع جنوب السودان واحنا عندنا على فكره يعني قوات مسلحه مصريه بتدرب الجيش في جنوب السودان ولدينا علاقات جيدة جدا على المستوى العسكري معهم وزي ما قلت لكم ده كان في خضم خطة يعني احتواء أثيوبيا كل الدول المحيطة بأثيوبيا مصر عملت معها علاقات جيدة بعض الدول لدينا قوات في بعض الدول مش هقول أني قوات وفي اي مكان ولكن لدينا قواعد عسكرية في بعض الدول وأعتقد أن احنا جاهزين ننفذ أي عملية آه يعني نكمل في السلام معاهم آه مع اثيوبيا نكمل في المفاوضات للوصول لاتفاق ملزم او اذا جد الجد تكون هناك عمليه عسكريه وزي ما قلت لكم 100 مره مش هيضربوا طبعا سد النهضه لكن هناك اكثر من عمل عسكري ممكن يتم فانا شايف ان الـ 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 الزياره دي مهمه جدا جدا في الوقت ده طيب في حاجات بقى بتحصل في امريكا هنا وضغوط بتحصل على إسرائيل يعني شفنا حاجات جديدة بتحصل. اللي حصل مثلا في المبنى اللي فيه تمثال الحرية في أمريكا وهو رمز الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية. في مجموعة يهودية راحت هناك وعملت اعتصام لمدة عشرين دقيقة في هذا المكان وبيقولوا في بقى يعني Uh, إن, إن هم ضد الحرب اللي بتحصل دلوقتي بين إسرائيل وحماس uh, العنوان الخبر The Statute of Liberty is the setting for an Israel uh, war protest uh, Protests يعني المتظاهرين أو المحتجين uh, على الحرب uh, عملوا تنظيم uh, ل... Uh, لمناسبات يوميه بتحصل اكروس ذا يونايتد ستيتس ده الصوره بتاعتهم اللي موجودين في مبنى تمثال الحريه في الولايات المتحده الامريكيه وده رمز يعني للديمقراطيه ورمز الحرية في الولايات المتحده الامريكيه وكاتبين سيز فاير يافطه كبيره جدا وفري Palestine وبعدين نيفر اجين فور اني ون يعني نيفر اجين دي اللي بيقولها دايما بنيامين نتنياهو خلاص بيقول له نيفر اجين فور اني ده يعني كان مقاله قويه في نيويورك تايمز عن هذا الايفنت وبرضه في نيويورك تايمز كاتبين برضه عن اللي بيعمله بلينكين في المنطقه فيو اس اوفيشلز اوتلاين ستيبس يعني المسؤولين الامريكان عملوا تحديد او خريطه للخطوات لاسرائيل وقالوا لهم في هذه يعني الخريطه او خريطه الطريق يعني لابد من تخفيض اعداد الاصابات واستهداف المدنيين US officials outline steps to Israel to reduce civilian casualties ده يعني تغير شيفتنج في يعني بيحصل تغيير في السياسه الامريكيه ولغه الدبلوماسيه مع اسرائيل دلوقتي. Uh, the measurements include using similar bombs against Hamas, US officials said. Uh, طبعا برضو امريكا منزعجين جدا من استخدام اسرائيل للقنابل ال 200 رات اللي هي ال 1000 كيلو اللي هي استخدموها في مخيم جباليا وشفتوا في جباليا وشفتوا كمية الدمار اللي حصلت من هذه القنابل فده برضو مقال مهم جدا في نيويورك تايمز على برضو الأحداث اللي بتحصل في الحرب على غزة برضو قبل ما أخرج من نيويورك تايمز برضو في مقالة بتتكلم على بلينكين وورنز إيران أجنست the Conflict كونفليكت بتوين إسرائيل وحماس بلينكين بيحذر بيحذر ايران من توسيع الخلاف ويعني دخوله في مراحل اخرى بين اسرائيل وبين حماس. فا سكريتري اوف ستيت انتوني بلينكن وورد ايران حذر ايران uh, during weekends uh, of diplomacy uh, في خلال uh, يعني البرامج اللي تمت خلال الويكند دوت ان ذا ميدل ايست زياراته عفوا اللي تمت خلال الويكند ده في الميدل ايست وزار دول كثيرة جدا وفي دول كانت مش موجوده على جدول الاعمال واتحطت يعني uh, the U.S. military uh, posted a photo of one of the its submarines in the regions. ونشروا صورة ل اللي هي uh, الغواصة أوهايو uh, وهي غواصة نووية ليس فقط نووية يعني هي بتشتغل بالطاقة النووية لا عليها 24 صاروخ نووي برأس نووي كل صاروخ فيهم يستطيع أن يمحو مدينة من على الخريطة ربنا يستر طيب واشنطن بوست برضو في ترند بيحصل جديد دلوقتي أن بينشروا دلوقتي صور اللي بيحصل في Uh, دمار الغاز طبعا مشوش الصور اللي هي بتقطع القلوب اللي احنا بنشوفها ولكن في حد ذاته نشر صوره زي دي في واشنطن بوست uh, ده يعني تقدم كبير او تغير في سياسه الجريده اسرائيل كلوزز ان وان غازا سيتي بلانك بلانكن ليفز ريجين without اوت كومباكت بوز آه يعني خرج من آه من المولد بلا حمص معناها يعني انه خرج من غير ما يقف آه اطلاق النار في الحرب بين اسرائيل وبين حماس. آه طيب ده كان يعني الحاجات المهمه اللي في الميديا الامريكيه كمان في مقال نشرته الحره عن اعتقال الفلسطينية عهد التميمي طبعا فاكرين كلنا عهد التميمي اللي هي عضة العسكري الاسرائيلي وبيحاول يقبض على اخوها وتم سجنها وخرجت من السجن تم اعتقالها مره اخرى كمان في 2200 معتقل من بدايه الاحداث من الضفه الغربيه يعني اعتقد ده غير العمال اللي كانوا خرجوا من غزه ليشتغلوا مسكوهم حوالي من خمسه ل آلاف ومحتجزين اداريا في اماكن يعني غير معلومه فاعتقد ان هم بيزودوا عدد الاسرى عشان التفاوض على تبادل الاسرى يعني مش عارف ولكن هو بالتاكيد الابرتايت أبرتايت يعني النظام العنصري الفصل العنصري و يعني تنغيس الحياه على الفلسطينيين في الضفه الغربيه ده غير ارتفاع عدد الشهداء الى 135 شهيد من الضفه الغربيه طب الضفه الغربيه لا فيها حماس ولا فيها كلام ده بس ولكن هو بالتاكيد يريد ان ينغص الحياه عليهم كميه من الاعتقالات تمت 2200 تم اعتقالهم من الضفه الغربيه طيب طبعا روسيا اليوم بعتبرها من المصادر المهمه اللي احنا ممكن نشوف فيها ايه اللي بيحصل تمام بتكلم طبعا عن العنف اللي بيحصل في شمال وجنوب القطاع والقصف الغير مسبوق ماذا يعني أن تولد في غزة يعني كارثة أن أنت تبقى من مواليد غزة تقدر تخرج نتنياهو سنتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب ده اللي احنا اتكلمنا فيه اه أيضا اه مواجهات جنوب الخليل وعدم الإصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم طول كرم محادثات نادرة بين واشنطن وبكين اتكلمنا فيها في موضوع حد من الأسلحة النووية آه ده موضوعات خاصة بأوكرانيا آه طبعا روسيا تتحدى اللجنة الأولمبية الدولية أمام كاس أعتقد ده كله خاص بروسيا الأمم المتحدة 70% من سكان غزة أصبحوا نازعين نازحين كارثة يعني ده الأخبار الرئيسية في آه روسيا اليوم طيب آه عندنا بقى موضوع مهم وهو موضوع الإمارات ناس كتير بعدين بيقول لي آه, انت ليه ما بتتكلمش على الامارات وهذا الموقف المخزي والامارات صرحت ان حماس جماعه ارهابيه غير حقيقي لم تصرح الامارات ان حماس جماعه ارهابيه حتى مصر لم تصرح وقلت لك ان يعني نحن نتعامل معهم النهارده باعتبارهم فصيل مقاوم و... ونسينا كل خلافاتنا معاهم دلوقتي حطيناه على جنب عشان نحلح هذه القضيه ف لم يحدث وكلمت طبعا عن موضوع الطائرات اللي قالوا عليه وقعدنا وهزرنا فيه ولكن آه في حاجات بتعملها الامارات يعني انا بعتت بصيت كده في مجمل اللي بيحصل آه علم يعني ريم آه سفيره الامارات في الامم المتحده عامله شغل كويس قوي مع المجموعه العربيه تمام واستطاعت أن تضع أكثر من مشروع أمام مجلس الأمن ولكن للأسف قوبل بالرفض والفيتو الأمريكي. آه كمان آه آه في يعني خبر اتنشر من الصحف آه آه العبرية قال أن المستثمرين خلاص ما بيجوش ما بيلاقوش رد من الإماراتيين عليهم يعني فقدوا دوائر الاتصال مع المستثمرين الإماراتيين. ده بيديك إيه؟ الاستثمار توقف من الاماراتيين في اسرائيل دي معلومه بقولها لك توقف تمام طيب أه هل الامارات ما بتدعمش بعد دعم لغزه غير مسبوق اخرهم خلاص دلوقتي بيبعتوا مستشفى ميداني لعلاج الاطفال وكمان مبادره أطلقها الشيخ محمد بن زايد اسمها الفارس الشهم الفارس الشاه دي لعلاج ألف طفل فلسطيني على نفقة الإمارات في مستشفى متكامل طيب هل ده بالتنسيق مع الكيان الإسرائيلي لا أعتقد لأن هو راح على العريش وهيدخل إن شاء الله في المساعدات اللي هتدخل عندهم ده بخلاف بقى المستشفى الميداني اللي عملت له الانزال الابرار الجوي أه الاردن ده موضوع تاني خالص وده كان يعني مسار جدل لناس كتيره جدا طب ليه ناس كتير ما تعملش كده أه الاردن ممكن تعمل ده لكن دول تانية لا أه طيب بتعمل ايه تاني الامارات اعتقد آآ آآ الخطوه اللي جايه هتبقى خطوات دبلوماسيه واعتقد ان هيكون في دبلوماسيه خشنه من الامارات وانا بتخيل ان لو استمرت وتيره الاحداث على ما يحدث الان يمكن ان يكون هناك تجميد لمعاهده التطبيع هتقولي انت بتنخع علينا انا بقولك اهو يعني انتظر في غضون الأيام القليلة القادمة إذا ما كانش أسبوع هناك تحركات بتحصل على الأرض هناك تحركات سعودية بتحصل على الأرض يعني كمية التبرعات اللي بدأت يعني يعني تروح لاخواتنا في غزة كمية كبيرة جدا برضو اللي فتحوا حوار امبارح على موضوع المساعدات والمساعدات في ناس أصدقاء ليا موجودين في المكان هناك قالوا طبعا كل المساعدات السعوديه وصلت الى العريش ولكن هي المشكله احنا يعني مش عارفين ندخلها. الكارثه في التدخيل يعني وبعدين استهداف بقى العدو الاسرائيلي ل ميه وكهرباء وغاز و, و وكمان وقود كمان استهدفوا الطاقة الشمسية اللي موجودة في بعض المستشفيات عشان يريدوا طاقة، ضربوها. آه بيهددوا المخابز لو فتحت هنضربك. النهارده بدأت الأمم المتحدة يعني تقدم تصريح وتقول أن الحصار المفروض النهارده على الأكل والشرب زود نسب الوفيات، وإن ممكن تدخل أهالينا في غزة في المجاعة. كارثة واعتقد ان لابد من تضافر الجهود ونقف عن تخوين بعضنا البعض حتى نستطيع ان احنا نضغط على هذا الكيان القذر ان ندخل لهؤلاء الناس. في مفاوضات بتتم دلوقتي ما بين وزاره الدفاع الفرنسيه مع وزاره الدفاع المصريه لاقامه مستشفى ميداني عسكري. مصر رفضت انها تعمل مستشفيات ميدانيه خلاص عشان ما يبقاش الموضوع يعني دخول مقنع لفلسطينيين إلى سيناء. لو هيتم حاجة وزارة الدفاع عايزة تعمل الكلام ده احنا ما عندناش أي مشكلة إن احنا نديره ونبعت وأطباء وكل الكلام جوه غزة بحماية من وزارة الدفاع الفرنسية. أهلاً وسهلاً. فهناك الكثير بيتم وهناك يعني مجهودات ضخمة جدا بتتم فأرجوكم لا تخونوا السعوديه ولا تخونوا الامارات ولا تخونوا مصر احنا بنتضافر جهودنا كلها عشان نقف جنب اخواتنا في غزه مش هينفعنا ابدا ان احنا نخون بعض عايز حاجه بقى اقولها يعني كلمه بوجهها يعني للاسرائيليين عندما تفكر في ان تنقل الصراع من عندك انك الفلسطينيين يروحوا الى سيناء انت كده عملت ايه انت كده بعتت المشكلة عندك 20-30-40 كيلو عنك فقط هما هيسيبوك؟ مش هيسيبوك خنق الفلسطينيين في الضفة الغربية مش هيفيدك هتبدأ يعني تضغط لغاية ما تصل إلى الانتفاضة والانتفاضة التي تحدث من الضفة غير أي انتفاضة أخرى إنها عندك ده غير عرب 48 اللي النهاردة بدأوا بيغلوا من الداخل وهناك استهداف لهم وناس بتترفض من شغلها وناس بيتقطع بيقطر عليهم سبل العيش فلا تجعلوا من الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة المحتلة أو الموجود في غزة أو الموجود داخل إسرائيل في عرب 48 شعبا يائسا لن تستطيع ان تواجه شعب يأس الحل هو السلام الحل هو الدولتين والدولتين في دول يمكن ان تكون دوله فلسطينيه مش جزر وكانتونات داخل كيان اسرائيلي لا لابد ان يتم الغاء كل المستوطنات التي تمت داخل الضفه الغربيه وان يكون وطنا للفلسطينيين يشمل الضفه الغربيه ويشمل قطاع غزه ونبدا حياه جديده يمكن ان نتناسى ما حدث والا نعاديكم ونكون مسالمين معكم ونطبع معكم في علاقات طبيعيه فقط عليكم ان تتنازلوا عن بعض الارض ولديكم الكثير من الأرض لديكم الكثير من الأرض التي اقتطعتموها من أراضينا النهاردة ما بنتكلمش إسرائيل التاريخية ومن النهر إلى البحر لا احنا بنتكلم فيما خلصنا به من اتفاقتنا السابقة الرجوع إلى حدود 1967 وعاصمة هذه الدولة القدس الشرقية فقط نحن ننشد السلام نحن لسنا دعاة حرب وانتوا جربتونا جربتوا المصريين وجربتوا الاردنيين وجربتوا الفلسطينيين في الضفه في قطاع عفوا في الضفه الغربيه والسلطه الفلسطينيه يمكن ان يكون هناك سلام ويمكن ان نتغاضى عما حدث ونتناسى ما حدث ونتعايش مره اخرى اعملوا سلام هو ده الحل الوحيد اللي انت تامن بيه ويبقى الفلسطيني جنبا الى جنب الى الاسرائيلي واللي يعني قالوا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانش المفروض يقول الكلام ده ان يكون نحمي نحمي الاسرائيلي وايضا نحمي الفلسطيني دعونا نعمل السلام. طيب ده كان اخر حاجه في الديالوج بينا وبين بعض طيب آه ازيكم عاملين ايه استنى بس اتاكد ان العيال صحيوا والا هضطر اسيبكم عشان اوديهم المدرسه <applause> فمن مصلحتكم ان انا اتاكد ان هم صحيوا ايه يا احمد you wake up yeah are you off the bed no i'm just sitting on it right okay now. can you jump now okay and go and wake up ali right now okay, I'll go wake him up. thank you habibi love you love you طيب كده صحيوا يبقى احنا شغالين طيب دكتور خالد أهلاً وسهلاً عليكم صحة الله وبركاته، الأستاذ خالد عطوة أهلاً وسهلاً. النهارده آه... اتكلمت مع شخصية لطيفة جداً بيخش معانا في البث آه موجود في إيطاليا، راجل جميل جداً، راجل حبوب، قعدنا اتكلمنا شوية كويسين مع بعض، حاجة جميلة يعني. آه... فهد مباشر يا فهد. مباشر يا فهد. أهلاً وسهلاً. عبد العزيز أنا آه، عبد العزيز هذا مخطط صهيوني مجوزي صليبي لتمزيق المنطقة العربية آه، متفق معك طيب آه، وأنا قلت جنوب أفريقيا بجد أنا قلت جنوب أفريقيا آه سوريا أنا آسف جنوب السودان ما قلت سلفاكير سلفاكير معروف أنه السودان آه مسار. Yes, Ali? Are you wake up? I'm gonna talk with him. Not now. When you come back from school today, I promise you, I'm gonna punish him. No, 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 no. Up. Jump from the bed. Stop, Ahmed. Ahmed, stop. Ahmed, stop. Ali, Ali, Ali. Look at me. Listen. Stand up now. باي معضله الواحد صح العيال عشان يروح المدرسه طيب آه فهد ما ما ايه الحل في الوضع العار الذي تعيشه الدول العربيه سؤال آه انت يعني آه طب انت عاوز ايه لو انت مش عايز عار عاوز ايه وانت فين يا فهد؟ قول لي البلد اللي انت فيها. وقول لي عاوز ايه؟ تمام؟ وايه اللي انت مش هتعتبره عار؟ واذا و... كانت كل يعني المحاولات التي تمت الدبلوماسيه بتوئدها الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن والامم المتحده. ودعم غير مسبوق عسكري. و صفقه مع الصين احتوت ايران وتوقف حزب الله عن تهديد اسرائيل واصبح مستانس طيب عاوز ايه مش عاوز ايه مثلا مثلا تعلن الحرب مصر صح مش ده اللي انت عايزه طيب هل انت فكرت يعني ايه نعلن حرب وهي ويلات الحرب طب هتقول لي واخواتنا طب ما سؤال يعني انا بسال سؤال بس بسيط جدا آه اللي عاوز يعمل الكلام ده خلاص عنده كذا طريقه يخش بيها خلاص انت مش عايز عار صح طب ما تروح انت ما خليك انت يا عم انت بعيد عن العار احنا كلنا عار يا سيدي خليك انت مش عار خد بعضك واطلع الاردن او لبنان او سوريا وادخل ايه رايك مش ده يبقى كويس ولا هو يعني مجرد ان انت تخون الاخرين وبس. ما انت بتقول عار العرب. طب ما تروح انت طيب. طيب. اهلا بيك يا فهد. الجيش اه المصري العظيم مستعد لكل السنوات ونثق في جيشنا وقيادتنا بلا حدود. يا امل ما احنا اتكلمنا في الكلام ده معاك امبارح واول امبارح. هو انا بقول لا؟ سؤال انا بقول لك لا احنا خلاص بدانا اقتصاد الحرب احنا بدانا في مصر خلاص اقتصاد الحرب ايه هو اقتصاد الحرب هو انت لما تنشري مئة ألف جندي على الحدود الحد الشمالي الشرقي ده مش معناه بدانا في نفقات الحرب انت يعرف يعني ايه حرب ولا مش حرب دي يعني ما هياش حاجه يعني يبقى اول خيار او ثاني خيار او ثالث خيار ده اخر خيار ثم يعني بمنتهى البساطه اذا كان من يدعوا انهم اوصياء على المقاومه وهم محور المقاومه وخطابتهم السياسيه الموت لاسرائيل والموت لامريكا صح وامريكا الشيطان الاكبر واسرائيل الشيطان الاصغر تمام وعمل فيها النهارده يعني شكرا مش واخد باله هلا مش انا قلتلكوش مش انا دخلت الحرب يوم 8 مش ده اللي قاله طب سؤال يعني انتوا ليه يا جماعه عاوزين أه يعني تضغطوا على امور لا تعلموا أنتم ماذا سوف يحدث منها إذا كانت حرب حربا كتبت علينا أحلم بها وإحنا مش بس هندافع لا ده إحنا نموت خلاص أو ننتصر النصر أو الشهادة فإحنا مستعدين 100% في المئة عمل بقولكش لا ولكن لن ننجر إلى حرب إحنا لا 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 في لقى فيها ولا جمل طيب أين الذين صفقوا إلى حماس وصوروا ما فعلته في 6 أكتوبر نهى بطولة وبعدها اختبأت في الأنفاق وتسببت بدمار غزة ومقتل الآلاف وتقريبا نصف غزة سيعود للاحتلال وفي اليوم الأخير سيقولوا نصر الله سيقولون انتصرنا حزب الله نعم الوكيل والله كلامك مظبوط. وكمان نسمة كمان ما أهلا بيك يا نسمة. يا جماعة كلمة يعني كلمة اقتصاد الحرب دي ده أنت ال 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 الأصل أنت متوعك. ومش بس متوعك ده بيضغطوا 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 عليك. عشان توافق وتمرر صفقة القرض. واحنا رجاله واقفين وقفه رجاله وقلنا لا انت لو لو عرفتي امل او اي حد مش امل بس يعني مش بتكلمش امل بس العروض اللي معروضه علينا قد ايه؟ يسيل لها اللعاب ولكن نحن لن نفرط في القضيه الفلسطينيه بس من الاخر آه. احمد هاني فعلا دكتور اسرائيل لن تنسحب خلاص هتضمه مش هتنسحب هتضمه أه محمد محمود محمود خضر اهلا وسهلا استاذ خضر استاذ محمود انا اظن ان كل الاحتجاجات الموجوده بكل العالم بايعاز من اللوبي الصهيوني للضغط على بلدهم حتى تهدد مصر لقبول الشرط الاسرائيلي بتهجير لا خالص الاحرار الموجودين في امريكا وفي اوروبا دول فعلا فعلا بيدعموا فلسطين لو قلت لك كمية الناس اللي غيرت فكرها نحو القضية الفلسطينية يعني ما تفعله إسرائيل النهاردة خدم القضية الفلسطينية مئة سنة قدام وأعتقد أن الضغوط القادمة سوف تكون ضغوط شعبية وليست ضغوط من دول استاذ أه محمود استاذ محمد احمد اهلا وسهلا صباح الفل حبيبي اهلا وسهلا صباح النور عليك شريف المصري اه لا تنسوا الاشتراك أه لو سمحت بعد اذنك نحن نواجه أه الكثير من العنت من أه اليوتيوب فلو تكرمت علينا مشكورا أه اعمل لايك عشان الالجوريزم تجبرهم على نشر الفيديو وسبسكرايب للقناه لو ما كنتش حضرتك مشترك معايا وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد لا لو جالك اصلا يعني في ناس كتير بتشتكي ما بيجيش حاجه بس فانت فعلوا وخلاص اهلا وسهلا هدى ابو النور هوا والله العظيم هوا هوا اقول لك ايه هوا هو؟ طيب. هوا طيب الهوا هوا انا انا اهلا شفتي ان هو, هو طيب فاكرين زمان كان في برنامج اسمه بال وبالتوك ده كان كان اول برنامج شات حصل وفيديو اوديو يعني شوت فيديو الكلام ده من من اواخر التسعينات يعني الكلام ده في اخر في التسعينات فكان بتخش ناس بقى ايه تفتح الكاميرا وفي ناس كان بيحطوا حاجه اسمها يعني فيديو بيتحطوا والكاميرا تشغله فيبقى فيديو فاحنا عايزين بقى نعرف اذا كانت هي اللي موجوده ولا مش هي فتقول لها ايه بقى ايه حط صباعك اليمين على خدك اليمين وبعدين امسك خدك الشمال أو هوا شفتي اهو اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ وسهل السيد الاشول عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بيك

ما تبقى من القطاع لن يستطيع تحمل 2.5 مليون نسمه انتصار حماس المزعوم تسبب في ضياع قطاع غزه والالاف القتلى والمصابين. هو احنا ممكن على فكره ننقذ باقي القطاع من عدم الاحتلال من اسرائيل لو تم الضغط على حل الدولتين وحل الدولتين يا جماعه يعني وفقا المقترح المصري تمام آه يعني هنشوفه معاكم تاني هنا آه دي. ده المقترح المصري. تمام أه ده اما تشوف هنا كده تمام هنا ده كده الخط الاحمر ده تمام ده المقترح لقطاع غزه العرض هيكون 20 كيلو متر والطول 50 كيلو متر يبقى 1000 كيلو متر بالزياده عن قطاع غزه 360 يبقى هم كده خدوا 600 وشويه اللي كانوا بيتكلموا فيهم لا صفقه تبادل الاراضي اللي كانت اسرائيل عايزه تعملها بس شوف بقى انت القطاع بقى يعني شوف الضفه الغربيه اللي انت شايفه الاصفر ده ده الضفه الغربيه الحقيقيه اللي موجود النهارده على الواقع يمكن 30% من المساحه دي خلاص ليه دخلت المستوطنات بتاكل 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 فاذا كانت هناك نيه الى السلام يدوا الفلسطينيين الضفه الغربيه ويديهم ال كيلو اللي هي هتبقى تشمل قطاع غزه ويتعامل ما بينهم الخط الاسود اللي انت شايفه ده ده معمول عشان ايه يربط نفق تحت الارض يربط غزه ب الضفه الغربيه وعشان اسرائيل تقدر تستخدم بقيه الاراضي دي صحراء النقب وبئر سابع وكل الكلام ده كله وغلاف غزه بقى ماشي يبقى من فوق الارض واحنا بنربط الدولتين من تحت الارض ويجوز بعد كده بقى يبقى لهم ميناء على غزه ويبقى لهم مطار ويبقى دوله منزوعه السلاح ماشي وافقنا ممكن يكون فيها قوات دوليه لحفظ الامن ممكن ولكن لازم ان هم يرجعوا الى الاتفاق القديم لابد من تفكيك المستوطنات التي يعني وفقا للقانون الدولي غير قانونيه وفقا للامم المتحده غير قانونيه تم تفكيك هذه المستوطنات ويتم اقامه وطن لفلسطين على اراضيهم في فلسطين التاريخيه. طيب احنا كنا شفنا ده تمام طيب. يا مسهل يا رب يسر ولا تعسر طيب اتكلمنا في ده. اشكرك سيد العمده هل القران ما فيهوش نهايه اسرائيل؟ لا في نهايه اسرائيل. انت ما سمعتش الكلام من اول الحوار. انا بقول القران في سوره الاسراء موجود نهايه اسرائيل وانهم كانوا على مرتين كل أربعين سنه و يعني مرتين و... و... وربنا فناهم. خلاص؟ وربنا قال وان عدتم عدنا. فهذا حدث حقيقي وما جاء في القران حق ولكن قبل الإسلام هو ده التفسير الحقيقي والصحيح فإحنا بنقولش إنه ما جاش في القرآن أتى في القرآن ولكنه تحقق قبل الإسلام طيب آه. عبد الرحمن البدوي ما هي اثر زياره وفد الموساد الى المخابرات المصريه؟ لازم يكون في تفاصيل بالتاكيد بيتكلموا فيها ويعني الا تكون هناك حرب بالصدفه او حرب بالخطا ان في عمليات تبت من جانبين آه, الاستهداف اللي حصل لبرج المراقبه المصري و... واصابه المجنده الاسرائيليه على الحدود آه, وايضا آه, موضوع الجرحى وموضوع نقل الجرحى و... مصر لها موقف اما ضربوا ثلاث عربيات الاسعاف خلاص وقالوا كان فيها عناصر من عناصر حماس مصر وقفت دخول الفلسطينيين من اهل غزه اللي من ذوي الجنسيات المزدوجه قالت مش داخل حد في جرحى بالعدد مصر دخلت ما لا يقل تالي اقل من 50 واحد اللي دخلوا واللي بيتكلموا دلوقتي هيخشوا 17 اللي هيخشوا فمش هتبقى الموضوع يعني باب خلفي لدخول الفلسطينيين من خلال عمليات يعني العلاج يعني أخونا سيد لاشوال بيقول لنا يا دكتور لا يموت حق وراء مطالب فما بالك بورا ست مجاهد مكافح لا ينام ليل نهار قائم على رد حقه ربنا يبارك في عمرك فن. كلام مظبوط محمد أبو الفضل محمد 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 أبو الفضل جميل الاسم لا واحد صاحبي نفس الاسم اسمه محمد 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 المنياوي زميلنا هو محامي احنا كنا نسمينه في الجامعه لما كان مع في كليه الحقوق مسمينه محمد اس ثلاثة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك يا محمد. طيب طالما عندهم مستشفيات ومستلزمات طبية في الانفاق الصهاينة بيضربوا المستشفيات ليه؟ والثلاثة ساعات بحجة حماس بتتعالج داخل المستشفيات. طب ما هو دلوقتي كلمة السر حماس. حماس خماس خماس هي دي كلمة السر خماس عشان يضرب اي حاجة. طيب اخونا محمد محمود الشريف اهلا وسهلا سؤالي يا دكتور ليس غريبا ان رغم الفلسطينيين يواجهون جريمه تطهير عرقي الا انهم حتى الان لم يتوحدوا حتى على راي واحد حتى هذه اللحظه ليس غريبا ان قاده حماس يوافقون على استقبال اهل غزه في سيناء طبعا يوافقوا يوافقوا يعمل حج ده كان هيمضي المقبور محمد مرسي لولا يعني يقظت رئيس في هو كان وزير دفاع وكان هيجنسوهم ودخلوهم بجنسيات التناسي ولا ايه ما طيب آه سؤال يا دكتور اسرائيل دولة اغتيالات اصلا تعلم مكان قارة حماس ولا تتخلص منهم حتى لا, لا ما يعرفوش دلوقتي اما كانوا عارفينهم من فوق الارض وسايبينهم عشان الموضوع ماشي لكن دلوقتي مش عارفين يوصلوا علوش بيقول له اه احنا بنحفر بدروم الشارع كله بيعرف ونحتاج شاحنات علشان تشيل مخلفات الحفر 500 كيلو انفاق مخلفات الحفر راحت فين طب دي عشرات الالاف من الاطنان على على 16 سنه يا علوش حبيبي بص بابا مش بس على فكره بيحفر بتاع ده بيحفر وبيصب خرسانات خرسانات كل الموضوع ده ارضيه خرسانه والحوائط كلها خرسانه والسقف خرسانه معمول بالقبه عشان يتحمل أكتر الوزن. واسانسيرات طالعه واسانسيرات نازله و... اه والله في اسانسير منورتك قبل كده ال... يعني الفيديو بتاع الانفاق بينزل كابل بينزل بيه 60 متر تحت الارض وفي 80 متر تحت الارض. لا لازم تديهم كريديت في الموضوع ده قصدك اسرائيل كانت شايفه اللي بيحصل وبتسكت ممكن ولكن لازم تديهم كريدت يعني الاستاذ فادي حليم تاني هنفتح نفس الموضوع مع احترامي ليك يا دكتور الكتاب المقدس غير محرف اذا كان محرف حد يجيب النسخه الغير محرفه يا صديقي العزيز طب استنى والله هقول لك حاجه انا هسمعك واحد من بني جلدتك خلاص من بني جلدتك ادي أه يا سيدي قال لنا امبارح وانت ترد ما انا عارف انت عايز تفتح الحوار ده عشان نقعد نعيش فيه واخد بالك وايه بيزنطي فقط حوار بيزنطي. وراح فين؟ ولا اقولك لك. لك يا فادي؟ هو كده واذا كان عاجبك، ايه رايك؟ موافق وافق مش وافق انت حر، انا معتقد انه محرف يا اخي، انت مش معتقد انت حر ولا هجيب لك نسخه ولا هجيب لك حاجه. ها؟ ايه رايك؟ وعندك اربع حيطان في البث. اهي واهي 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 تمام دول أربعة وفي الأرض الخمسة اخبط دماغك في الخمسة دول هقول لك إيه يا أخي ومش هسمعك حاجة اطلع أنت بقى الحلقة امبارح واسمع أنت اتعب أنا مش هتعب لك أنا يا فادي وأنت بداخل تبث الفتنة بيننا الفتنة طيب آه. اليهود يؤمنون بالتوراة وهو أول أربعة أصفار من الكتاب المقدس العهد القديم تحياتي وحبي لك يا سيدي العزيز المسيحيين اللي بيقولوا الكلام ده تمام يعني مرضاش اتكلم في اللي اتقال ما انا اتكلمت امبارح والناس زعلت ده شكله هيكون زي اخوه على السقف عجوري اه الواد هفلتي ده ولا هلفتي شكله جاي جاي طيب آه. اللهم اللهم حكمنا بالحكمة إلهم حكمنا بالحكمة فمصر محاصرة ولكن الشعب لما يشعر بذلك بك بشكل كامل المصريين خلف قيادتهم بكل تأكيد طبعا عايز ارد على هذا الفصل اللي اسمه احمد دوما طبعا احمد دوما خد عفو رئاسي وخرج تمام واكيد بدا الايه الدعم يجي واكيد بدات الامور تشتغل تاني وبدا يكلم باللسان القذر اللي كان بيتكلم بيه قبل كده والتخوين 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 طيب ما تروح يا احمد يا دوما خلاص ونط من على الحدود وحرر فلسطين يا احمد يا دوما ايه رايك مش انت حاسس بالعار والعار لما مؤاخذه حرق لك ما تروح بجد يا احمد ما تروح يا احمد يا بجد والله هقول ممكن تروح من الاردن ممكن تروح من لبنان ممكن تروح من سوريا بجد روح وروح حرر مش انت حاسس بالعار ما تروح تغسل عارك هناك لا يعني حاجه وسخه هانسو اهلا يا يعني هانسو انا بستعجب للعرف للسكوت المهين دي امريكا واسرائيل عم يقتلوا ويقسموا في فلسطين والعرب عم يشجعوا وي ويدينوا ستقفوا امام الله يحاسبكم عن سكوتكم هذا حسبنا الله ونعم الوكيل طب وانت لما مؤاخذه مش معانا يعني طب ما تروح تغسل عارك اللي عاوز يا جماعه يروح يروح والله طيب هوريها لكم على الخريطه عشان ايه ممكن تكون انتوا متعرفوش يعني ما يعني ممكن تكون انت جاهل ما تعرفش الخريطه فهوريك الخريطه ادي آه الخريطه فين الخريطه تمام تمام وهنقول الخريطه هجيبها لك دلوقتي حالا ونعمل لك كده تروح ازاي بص معايا ها دي الخريطه دي ايه الخريطه تمام ودي مصر المحروسه فانت موجود فين في مصر المحروسه يا حسني الحسين خلاص حسن الحسين موجود فين؟ في أي حته في مصر تمام؟ أنت ممكن توصل لغاية الحدود هنا أهو خلاص؟ والحدود هنا يعني هي يعني هتلاقيها محكومه أوي فيها حاجات كتير وبتاع عند الإيه المنطقة اللي فيها المشاكل دلوقتي لكن عندك كل الحدود دي تمام؟ نط من على السور وادخل هتلاقي نفسك جوه صحراء النقب وامشي بقى جوه وعدي بقى بئر سبع وعندك اهو تخش على اخواتك في غزه واغسل عارك يا سيدي. ايه رايك؟ طب بلاش كده. ممكن ما تعرفش نطه مع الحدود ولا حاجه. خد طياره تمام وروح على عمان تنزل في عمان تمام وتروح معدي الحدود من على نهر الاردن وتروح داخل على الضفه الغربيه. وممكن تقعد لك يومين ثلاثه مع اخواتك العرب بقى الموجودين هناك الفلسطينيين لغايه ما تدبر امورك ازاي هتغسل عارك. جايب معاك صابون جاب معاك ليفه ولا هتمسح عرك بورق صنفره عشان عرك يعني اكيد وجعك جدا وبقاله كتير عليه التكلسات فهيبقى مشاكل فممكن غسل عرك ده يحتاج منظفات كيماويه او حاجه يعني. تمام او تكحته بطوبه تكحت عرك بطوبه وتروح وتخش وتحارب طب ما دخلتش من الاردن تمام تعالى خش منين تعالى خش يا سيدي من سوريا اهي لا 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 لبنان الاول لبنان روح على لبنان تمام لبنان لا حدود مع اسرائيل اسمها آآ آآ مزارع شبعة والناقورة خلاص واجزاء محتلة من العدو الاسرائيلي روح يا حبيبي وعدي من لبنان وخش وحرر طب بلاش دي روح سوريا وعدي من الجولان خلاص عندك الجولان اهي اهي جميلة جدا وهتلاقي فيها مزارع خضرة وهتلاقي فيها غطان واخد بالك ممكن تقعد بقى تاكل لك شوية دورة تاكل لك شوية واخد بالك فول حراتي تمام ممكن في الطريق وانت رايح وخش من الجولان على اسرائيل وحرر واغسل عارك يا اخي يعني عارك ده مضايقك قوي كده حاجه غريبه جدا اهلا وسهلا طيب آه اللي عايز يحصل حسني يغسل عاره ويروح آه قلنا ده قبل كده ماشي وده اتقال الاستاذ محمود الشريف بيقول لنا لماذا لا تقبل السلطة الفلسطينية بالرجوع لغزة ولا كمرحلة مؤقتة على الأقل تخفيفا على أهل غزة هما سؤال المشكلة عند مين عند إسرائيل وصير عايز اللي يشوف لها حل خلاص احنا ما عندناش مشكلة ندي لك الحل ولكن مع حل الدولتين بس هو ده التصريح اللي قاله محمد اشتيا رئيس الوزراء الفلسطيني في السلطه الفلسطينيه. اهلا وسهلا نحل ولكن نحل كل حاجه مع بعض. يوسف حسين بيقول لي انا بستعجب ان حضرتك فرحان ليه؟ مصيبه عندما يبيع الانسان اهله ومعتقده الاصلي ويصبح خارج نطاق الاخلاق الانسانيه البسيطه ويمكن ايه؟ ما ويكون ملكي أكتر من الملك ويحاول أن يسطح العقول آآ الناس آآ حبيبي الاحتلال واجب طرده طيب روح اغسل عرك معاهم بجد والله العظيم طب قول لي عرك فين عشان أقولك بجد ايه اللي ينفع تغسله بيه اصل ممكن يعني العار في مكان حساس فيعمل لك التهابات روح اغسل عرك معاهم انت زعلان من ايه انا بسطح ليه للناس بسطح لك ايه وانا بقولش من حقه المقاومه من حقه المقاومه لكن ما حدث يوم 7 اكتوبر تجاوز تماما مفهوم المقاومه تجاوز تماما مفهوم المقاومه المقاومه ضد قوات الجيش الاسرائيلي بس لكن مش ضد المدنيين ولا الاطفال طب تاخد اطفال في غزه دول يعني عملوا لك ايه الاطفال عملوا لك ايه انا خدت الاطفال معاك ورجعتهم تاني معاك في النفق عملوا لك ايه بجد؟ فيعني قبل والنبي يا يوسف ما ما تستعرض عضلاتك تمام والمعتقد ونطاق الاخلاق الانسانيه ومش عارف ايه و... وملكي اكتر من الملك و... انت عايز تقدر تعمل حاجه اعملها ما تروح تعملها احنا بنقول المتاح لدينا هذه الاجراءات فقط انا ضد ان مصر تحارب يا حيوان انا ضد ان مصر تحارب يا جزمة أنا ضد أن مصر تخش في أتون حرب ما يعني يعني ما ما انت 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 عايش على وش اليغمة الله اعلم انت قاعد فين ولا بتعمل ايه ولا انتوا خلاص خلاص عايزيننا نخش نحارب انت يعني روح اغسل عارك نيفر جيف اب اسمه حلو قوي يا نيفر اهلا بيك يا نيفر يسري uh, عبدو اهلا يا يسري مجلس التعاون الخليجي كان عامل اجتماع عار يهنئوا بعض على كاس العالم بالسعوديه حاجه مقرفه اوكي تمام طيب. خلاص uh, طلعت الجرعه اللي جواك تمام بسط هديت اتبطيت بردت كده تمام مسابقه كاس العالم دي بيتهيالي بتتعمل كل اربع سنين واللي بيتكلموا فيها دي 34 20 والملف ده متقدم قبل ما تحصل اي حاجه خلاص و... وعندما تكون دوله عربيه هي اللي هتنظم كاس العالم بنفرح لها زي ما فرحنا لقطر بفرح... بنفرح للسعوديه فيعني فرق معاك بس مقرفه جدا جدا ورخص يا حبيبي معاك تمام. آه. ابراهيم ابو ابراهيم طيب يا ابن الكلاب يا جزمه اما تتكلم على جيش مصر يا ابن الكلاب يا جزمه خلاص يعني تعطر فمك وتتوضى واخد بالك ويعني وتصبح كما يعني ما يليق ان تتكلم عن جيش مصر. فاهم؟ يا ابن الكلب يا جزمه مع الاعتذار للكلاب. اهلا وسهلا. الله يرحم الشهيد محمد مرسي، قصدك المقبور محمد مرسي. كان سيبني دولة تضع غذائها تصنع غذائها ودوائها وسلاحها وتبيع أرضها، صح؟ يعني الواضح إن أنت من أنصار بيع الأرض. و... وطبعاً إحنا بنقول عليه في الصعيد إيه؟ آه اللي بيبيع الأرض بيبيع العرض، فالواضح إن أنت ما عندكش أي مشكلة تبيع عرضك عادي جدا. ومش عارف إن المقبور محمد مرسي آه عدل الدستور المصري بما يسمح له بترسيم الحدود بنفسه صح؟ آه وكان اتفق مع عزيزو بيريز على ان هو آه يعمل صفقه القرن اللي احنا النهارده رفضنا ده آه اللي انت قصدك عليه تمام ويا ابن الجزمه يا اخو زي ما بيقولوا اللبنانيه مش عايز اقول عشان في ستات آه جيشه الخاين باع النيل ده انت جاي رضع كل الزباله، يعني عارف انت جاي ايه ببببب عارف بتطرش علينا بسرعه. مم. طيب اهلا وسهلا. ااا آه طيب. انا بتاسف للكلاب والله انا متاسف جدا. آه بي بي اهلا وسهلا، مساء الخيرات. نور ربنا يبارك في عمرك اهلا يا بيبي قالوش بيقول لك كله من المصالحه ما قطر ما سمعنا بالتخوين الا بعد المصالحه. قناه الجزيره عماله تقطع في الامارات كل يوم حاجه بايخه جدا يعني آه السلام عليكم جميعا انا نفسي اسال بايدن هل ما زلت ترى بوتين مجرم حرب او قاتل؟ السؤال <applause> ليه انا السؤال انا انا ما قلتش على فكره على يعني ما كنتش بمدح في بوتين انا بقول ان اللي بيعمله بوتين غلط اللي بيعمله في اوكرانيا واللي بتعمله امريكا في بوتين غلط يعني احتلال الاراضي انا ضده وما حدث من اغتصاب اراضي اوكرانيه ده احتلال. طيب أيه اوكي ما حقيقه عرض امريكا على السيسي؟ عبد الرحمن البدوي مع حقيقه عرض امريكا على سيسي اف 35 مقابل التالي. طب هيعمل بيها ايه؟ هيعمل ايه خمسة 35 بعد ما يكون باع القضيه وخلاص والدنيا باظت؟ هيعمل بيها ايه؟ م? يعني مش واخد بالك؟ على فكره السيسي رجل وطني وانا متاكد تماما في وطنيته ولكن حتى وان لم يكن وطني لن يسمح الشارع المصري بده. يعني اي حد يفكر ان ممكن حاجه زي كده تحصل؟ لن يسمح الشارع المصري بده. فهدوا بقى كده وبطوا يعني. تمام. علوش افندي ادي له حاجه وخلاص خد كفايته ويتكل على الله. تمام. الله يبارك في عمرك حبيبي اشكرك. الأستاذ أيمن أهلا وسهلا أستاذي أسألك إسرائيل حيث في الفضاء الخارجي أنهم يريدون إسرائيل الكبر والحديث عن سفر الشعياء وأيضا استخدام القنبلة النووية عقيدتهم دولة يهودية دولة دينية وليس دولة طبعا متفق معك 100% المائة. ما هو للأسف الشديد النهارده يعني بلغتك الخبر ده ولكن مفيش حاجه اسمها 27 هيخلصوا هم قاعدين على نفسنا 100 سنه أو أكتر أهلًا يا دينا مساء الخير عليكي هل اتفاق حفتر مع روسيا لإقامة قاعده عسكريه حربيه في ليبيا هل تكون باتفاق ضمني او صريح مع مصر ما تأثير على الامن القومي المصري لا لا اتوقع سوف تكون قاعده روسيه ابدا في ليبيا يعني. ده كان سبب الغضب الامريكي على فكره فاعتقد ان ده مش هيحصل يعني الزغبي بيقول اسرائيل عايزه علقه من الجيش تحياتي لحضرتك. بص هقول حاجه يعني إحنا نستطيع ونقدر ولدينا القدرة ولدينا القوة ولدينا السلاح ولدينا العزيمة ولكن هي أخر الخيارات. الأستاذ أحمد عاطف مش فاهم يا دكتور ماك الناس بتوع العار ومش العار دول ما يعرفوش إنه اسمها تايوان غير معترف بها دوليا والعالم معترف بسيادة الصين اللي هي أكبر اقتصاد في العالم آه وتاني قوة في الجيش ومش قادر تضمها لي آه ما حدش بيقرا ما حدش بيقرا يا عاطف آه يا احمد يعني يا عبد الله عبد القحطاني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه ورقه التاجير خلاص اتحرقت ومش هيحاولوا بقى آه وقفت يعني اما طلعت آه مندوبه الاتحاد الاوروبي وقالت الكلام ده فيندر لاين أرسل فيندر لاين قالت التصريح ده خلاص أنا بدأت أرتاح نفسيًا إن الضغوط بدأت تقل على مصر. أه برجاء يا دكتور اشرح الوضع الحقيقي من وجهة نظرك الشخصية لحل مشكلة فلسطين نهائيًا. طيب أه سؤال مهم جدًا طبعًا. آه، طيب أنا شايف أن الحل الوحيد هو حل الدولتين وحل الدولتين ده يعني اعتنقوا أغلب الديمقراطيين في أمريكا وفرصة في وجود الديمقراطيين للضغط على حل الدولتين آه، بنيامين ياهو أعتقد بيعمل مغامرة اللي هو بيعمله النهاردة يا كسب كل حاجة يا رجع زي ما كان ولكن هو كسبش حاجه خسر و... ومش هنقدر نرجع للمربع رقم صفر اللي هو تعود الامور اللي ما كانت عليه خلاص ويتعايش الفلسطينيين مره تانيه مع الكيان الاسرائيلي اعتقد ده خلاص اصبحت هذه الامور هذه الرفاهيه غير موجوده لان فداحه الموقف المره دي غير كل مره النهارده احنا عدينا 10200 شهيد ف يمكن البناء على ما حدث ان تتدخل روسيا والصين وطبعا مصر موجوده في هذا الملف من قدم الزمن ويكون هناك مؤتمر للسلام والضغط على اسرائيل الى ازاحه المستوطنات وتسليم الفلسطينيين وطنهم الذي تم الاتفاق عليه مسبقا يعني ده مش جديد ده قديم ووقف تماما العنت الاسرائيلي وان تكون دوله فلسطينيه مكونه من الضفه الغربيه بكاملها بعد نزع كل المستوطنات وزياده حجم قطاع غزه الى ألف كيلو متر اللي هو مبادره الاراضي اللي هو كان تم الاتفاق عليها في أوسلو وربط غزة بالضفة الغربية بخلال نفق وتستطيع يعني إسرائيل أن تضع كل الشروط الأمنية ما فيش أي مشاكل منزوعين السلاح منزوعين السلاح ونحن نستطيع أن ننزع سلاح غزة لو تم الاتفاق أن تكون دولة فلسطينية مصر تستطيع أن تنزع سلاح غزة وتعرف كيف تفعله بالقوة بالمفاوضات أيا كان الموضوع ويتم حماية الشعب الفلسطيني من أي اعتداءات مسبقا مستقبلا من الجانب الإسرائيلي تعهدات بقى دولية في معاهدة دولية في قوات حفظ السلام موجودة فقط ويكون لهم فقط قوات شرطية بأسلحة خفيفة لحفظ الأمن فقط إلى أن يتم بناء الثقة بعد 10 سنين بعد 20 سنة تبدأ تكون دولة طبيعية وتستطيع أن تفعل كل ما تريد ولكن أعتقد ده الحل الأمثل للطرفين. وهذه الدولة نساعدها جميعاً كل بقى الدول العربية تساعدها ويتعمل مؤتمر دولي لإعادة إعمار فلسطين الجديدة بقى مش فقط غزة. وهؤلاء الرجال الموجودين في هذا في هذه الدولة يعني اثبتوا من قبل اثبتوا من قبل انهم كانوا يستطيعوا وكانت دولة قوية وكانت دولة زراعية يعني منتجة وكان اقتصادها اقتصاد قوي 1920 1920 كان هناك مطار القدس في وقت كان في دول ما عندهاش عربيات كان هناك مطار القدس كان لديها اسطول من الحافلات في 1918 1917 وكان في حافلات بتروح من مصر الى فلسطين كان في اتوبيسات بتروح والله قريت اعلانات كثيره لاسعار التذاكر واسعار رحله الطيران و... ف كانت دوله قويه وشعبها الذي فعل ذلك يستطيع ان يفعله مره اخرى والفلسطينيين يستطيعوا ان هم يعمروا ارضهم. وانا بعتقد ان في ناس كثيره من الشتات هيرجعوا تاني يعمروا بلادهم ونقدر بقى نخلص على كل الشتات اللي موجود. يعني مخيمات اللي موجوده في لبنان يرجعوا لبلدهم. ما دي عوده اللاجئين بقى. وعودة يعني ما, 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 ما لهاش بقى اسرائيل ما لهاش دعوه. ده ارضك وانت حر فيها ترجع فيها اللي انت عايز ترجعه. يعود بقى اللاجئين الموجودين في العراق واللاجئين الموجودين في سوريا والموجودين في لبنان والموجودين في مصر والموجودين في الاردن يعودوا الى بلادهم ويعمروا بلادهم انا شايف ان ده الحل الامثل واللي على فكره ناس كثيره النهارده بيتكلموا فيه من المسؤولين ومن المؤثرين ومن الناس يعني اتفرج على الفيديوهات في اليوتيوب النهارده قد ايه في ثقافه موجوده النهارده الى القضية الفلسطينية وتاريخها وايه اللي حصل وايه الحقيقة حقيقة ما حدث وان هؤلاء الناس من حقهم إن هم ياخدوا ارضهم ده من رأيي يعني من وجهه نظري الحل لهذه الازمة طيب مش بس يوغوسلافيا يعني ايرلندا بين ايرلندا وايرلندا الشماليه ما فيش حدود لأن ما عندهم مشكله على عن موضوع الضرائب الجمركيه وال فما فيش حدود وده اللي اتفق عليه آه يعني بعد ما حصل بلاوي بين الشين فين وبين الاي ار اي تمام ومجازر مات فيها 40 الف منهم وانفجارات وتفجيرات وعمليات ارهابيه وبعدين لما قعدوا مع بعض خلاص قالوا طيب خلينا نقعد قدروا يقعدوا بعد ما كل هذا القتل وكل هذا الدم قعدوا قعدوا في بلفاست كان اسمه اتفاق بلفاست بيسموه الجمعه السوداء واتفقوا ان هم يجمعوا النقط اللي هم متفقين عليها خلاص نحطها مع بعض ونحطها في اتفاق ونمضي عليها ونتفق ونبدا طب والنقط الثانيه هنسميها الغموض البناء ونسيبها دلوقتي ونرجع لها في المستقبل نحاول نحلها لنقدر نقدر نحله نحله ولما نحلوش نخليه برضه في غموض بناء ده اسمه الغموض البناء خلاص آه يعني مش السكوت البناء ولا الصمت البناء اللي قال عليه بتاع <applause> آه السيد حسن نصر الله آه ده طبعا ده صمت صمت الحملان وليس البناء بس فعرفوا يقعدوا وشتا... وإن... و... وقدروا يوصلوا لسلام ما بينهم. مع ان في 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 حاله من عدم وجود حدود. لكن لازال الامن مستقر والدنيا ماشيه كويس. طيب. يا رب سترك يا رب. خالد الهواري ازيك انت معانا؟ طيب ولا مع الأسف؟ أوه. انا وسهلاً صديقنا خالد الهواري آآآ آه. آه دي طيب نشوف خالد بعت لنا ايه خالد بيقول لي بعت لك هديه والنبي ما تكسفنيش مش عارف بعت لي ايه بعت لي حلويات حلويات شرقيه على الواتساب مثلا مش فاهم اه, آه طيب حاضر الاتنين ده حبيبي اهلا وسهلا طيب راجل عامل شغل ربنا يبارك لك حبيب حبيبي حاضر آه حطها لك حالا يا فندم آه صديقنا العزيز دي الواتساب تمام صديقنا العزيز حاطط لنا دي على الواتساب اهلا وسهلا تمام دي شكرا يا حبيبي ربنا يبارك في عمرك اشكرك على الصوره الجميله دي طيب اوكي شكرا يا خالد. أستاذ فلك المنجر أهلا وسهلا يا فلك فلك المنجر آه يا ناس ايش من موقف مع مصر؟ كل خير طيب آه دعا الفلسطينيين محمد عرفة أه دفع الفلسطينيين لجنوب أه وادي غزة إعلان حرب على مصر أه تبقى إزاي مصر مش عايزة حرب مع مصر وبالخطأ وكان المساد في مصر لا هو بص كلمة إعلان حرب دي يعني في قوي عارف ليه فاهم ما فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها عندما يجد الجد تمام هيبقى في انذار مصري وبعد الانذار المصري ده ما تنفسي خلاص هيبقى فيه اعلان بقى للحرب من جانبنا يعني. قول لك شوف مصر اليمن شوف اليمن كيف تدخلت بالصواريخ والمسيرات نوت اني على فكره خلاص بعتوا اعتذار والله العظيم والله العظيم تلاتة بعتوا اعتذار متأسفين حقكم علينا ازاي قلت لهم انا هرد خلاص قلت خلاص وده بحقوا علينا احنا كنا بس ده عشان خلاص طيب اهلا وسهلا هل روسيا دور في ما حدث يوم 7 اكتوبر وما لا خالص الدور الايراني فقط ليس روسي ااا آه الاستاذ فادي حليم اهلا استاذ فادي حضرتك بتالف كتب يا دكتور ولا عند حضرتك شغل والله عندي كذا كتاب مجهزه عشان يعني يخرج ولكن ما فيش وقت ان انا اقفله يعني بس حضرتك ولكن انا ليا شغل تاني فانا مع حضرتك يعني. عندي شغل تاني في امريكا اهلا وسهلا بيك ديدي انديل اهلا يا ديدي دكتور ديدي ام سوري دكتور لا ديدي ايه ايه؟ هو أنديل في الاخر صح، لكن دي ده دكتور دي دا. اه اوكي اهلا وسهلا دكتور دي دا. آه يا دكتور هو فعلا حوار بيزنطي واللي قرا الكتاب المقدس عارف انه محرف فدول زي حضرتك ما قلت له يخبط دماغه في الحيطه ويشرب من المالح احنا مش فايقين نختار معاه <applause> بالصراحه يعني اهلا وسهلا مالح دي وأنتي حضرتك اسكندرانيه من بحر بنحبوه أهلا وسهلا أه... أستاذة أو كاميليا كتبنا إذا رهل أمريكا تيري روست إحنا تيري روست كمان أهلا وسهلا اسرائيل وامريكا ارهابيين اهلا بيكي طيب احمد مصطفى هل هناك اتفاق؟ هناك اتفاق بين امريكا والصين ان امريكا ترفع يدها عن دعم تايوان في المقابل ان ترفع الصين يدها عن دعم ايران. لا الاتفاق مش كده الاتفاق ان امريكا ترفع يديها عن دعم تايوان مقابل ان تركيا ان الصين تحتوي ايران وتمنعها او يعني تقول لا ما تدعميش توسيع هوة الخلاف واحمد دوما معاه جنسية فلسطينية فايه بقى ايه بقى طب انا قلت له يروح يغسل عاره هناك يا 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 ديده يروح يغسل عاره بجد والله ياخد معاه في شامبو شامبو بتاع اسمه ايه عاركو شامبو عاركو واخد بالك ده ممتاز جدا تمام آه وبيغسل العار من اول مره ياخد شامبو عاركو ويروح يغسل عاره هناك أهلا آه انا وزاري يا مد رقم هاتفك واتساب لو سمحت يا امير واشنطن امير <applause> أتودينا في ده يا امير ايه يا عم لا انا في حالي <تصفيق> امير <تصفيق> يا حصلت طيب آه سبيدي ولوكا آه سبيدي لوكا انا عاوز افهم ليه الدول العربيه ما تطردش السفير الاسرائيلي وقطع العلاقات المرحله اللي جايه ان شاء الله بص هناك مراحل آه مش عايزين نتكلم في الدين يا احمد ربنا يسترك سيبهم في حالهم خلاص هو حر بكتابه المقدس وانا حر في قراني الممثلين زي ايمان العاصي وريهام عبد الغفور عمالين يقولوا يا حكام العرب وانهم بيشعروا بالخزي والعار وريهام عبد الغفور بتقول احنا صغيرين أوي أوي أوي, أوي يا سيد هو السيد حسن نصر الله ما طلعش اصغر ده طلع لا مؤاخذه كده لا يحوق ولا كده قد كده طيب بعد اذنك وصل رساله لايمان العاصي وصلي رسالة لرهام عبد الغفور يروح يغسلوا عارهم هناك ياخدوا شامبو عاركو من السوبر ماركت تمام سوبر ماركت الخيانة واخد بالك أول ما تعدي كده بعد العمالة تمام هيلاقي سوبر ماركت الخيانة يخش فيه يشتري شامبو عاركو ويروح يغسلوا عارهم هو ما حدش هو مش جاهل هو عارف وكلهم عارفين ده احتلال سنين للجولان ومرات جارع شبعة وهو السكريبت دلوقتي المعبر الوحيد هو رفح اه انت قصدك عشان يروح يغسل عرو او عارف يعني اوكي شكرا نفس كلام الصهاينه واغلب السكريبتات دي صهاينه يا فندم لجان افغاي حضرتك عارفها طبعا يا فندم <تكتشفة> ميزو ايطاليا اهلا وسهلا الفتنه <تكتشفة> انا بقولها له بدلعها له الفتنه هي الفتنه طبعا صح كلامك مظبوط يا دكتور <تكتشفة> <تكتشفة> الخشب اهلا وسهلا محتاج نعمل لك دروس في النحو وفي الصرف يا مغسول المخ من مراته ده انت ده انت قليل ادب صح تخيل يا ميزو حضرتك قليل ادب والله العظيم ومش محترم بجد والله ودايما اللي بيتكلم بالكلام ده يعني اكيد مراتك بتديك بالجزمه وبتنامك على الكنبه واخد بالك ولا مؤاخذه بتعمل اللي هي عايزاه وانت تقدرش تفتح بقك ان انت في ايطاليا تمام يعني ممكن تعرسك وتعمل كل حاجه وانت تدرش تفتح بقك ولو كلمتها تجيب لك البوليتساي وتطلع اللي خلفه ميتين اهلك عادي جدا يعني يا. يا مرحبا حبيبي اهلا وسهلا بيك شكر جدا على درس النحو بتاعك عبد الله الحقان اهلا وسهلا ربنا يخليك يا حبيبي شكرا ده بقى في جديد دلوقتي يروح يشتري ايه شامبو عاركو منين من سوبر ماركت الخيانه اللي هو بعد ما تخش كده على الشمال بعد ما تعدي ايه العماله هتلاقي سوبر ماركت الخيانه يشتري منه ايه شامبو عاركو ويروح يغسل ايه يغسل عاره اهلا وسهلا أه... حتى لو زعقت لي بحبك، ربنا يخليك حبيبي، أهلاً وسهلاً. آه يا دكتور هؤلاء المستعربين يتحدثون بلهجات عربية صحيحة لزرع الفتنة، الفتنة بال كده. آه بين الشعوب العربية والواقع والتخوين فيما بينهم هذا واضح جداً من كافة وسائل، يا ستي خليها على ربك. ناهيك عن الخونه اصلا موجودين في بلادنا العربيه خونه الداخل اه بيسموهم دول دول أه المحلي الخيانه المحليه <applause> التهابات اه طيب آه طيب تمام <applause> ده الاسلوب اللي ينفع مع المستشرقين والمزايدين عاش يا دكتور آه دكتورة ديدة أهلا وسهلا دكتورة ديدة أنديل بالجملة دي يا دكتور هديت كل دفاعاتهم أنا ضد أن مصر تحارب آه ده هم كل هريهم وصرفهم ده علشان آه توصلوا مصر تحارب جاتهم إيه؟ آه آه جبت عليهم على بلاطة كده يا عيني الواد اتصدم حفظك الله ربنا يبارك فيك يا ديدة آه طيب يوسري عبدو انسبسكرايب انا ما عنديش والله اداه ان انا الغي اصلا اشتراكك نفسي يعملوا اداه لاصحاب المحطات انه يطرد الاوساخ اللي زي حضرتك ويعمل بعديهم بعد ما يطردك كده خلاص يعني يغسل القناه وبعدين نجيب بقى اخواتنا موجودين ونعمل حفله كبيره نغسل القناه بالميه والملح عشان نطهرها من وسختك وقذارتك يعني نفسي يبقى عندي انا يعني الفرصه ان انا اعمل ان سبسكرايب للي خلفوا اهلك طيب آه. مع الاعتذار للجزمه بالظبط كده تمام طيب. آه. فهمي بيقول لنا ايه عبد الله إيه لماذا تظهر في الصين امام السفاره المصريه او لم يتظهر امام السفاره الامريكيه احترم عقليتك ويستاهل الكلب الذي رديت عليه آه مش فاهم إيه, ايه احترم عقليتك عقلك هو يعني ويستاهل الكلب يستاهل أه خلاص بس ما الاعتذار للكلاب والله الكلاب والله الكلاب اجمل واطهر واحسن واوفى من ان احنا نشبههم بهؤلاء الاوباش. شرازم الاخوان واشباه الرجال والخنازير والانجاس منهم. لو سمحت بعد اذنك تدعم البس وتعمل لنا لايك بعد كل اللي بقوله ده <applause> وتشترك معنا في ولو عايز بعد كده تشيلها بعد كده لو قلت انا مش مشاكل وفعل الجرس واخد بالك عشان يجي لك كل حاجه جديده بتعملها اعملها لو جالك حاجه اصلا آه. نسمه العقله بتاعتنا بحس نسمه كده ان هي الالفه بتاعت الفصل والله العظيم يعني نفسي اديكي ايه الطباشيره واقول لك اقفي على السبوره واللي يتكلم تكتبي اسمه بحس بيها الفا والله العظيم مش بهزار يعني والله يا دكتور في آه لو في شويه عقل بس الناس هتفهم حجم الوقيعه اللي مخطط لها من سنين ودراسه كيفيه الوقائع بين الشعوب العربيه والخليجيه ودليل هذا ما نراه على هذه المواقع والله متفق معاك آه بوتين اتصرف مع اوكرانيا بهذا التصرف لان حلف الناتو كان يريد نشر صواريخ باليستية ونووية على حدود روسيا. لا موضوع بص بقى هقول لك حاجه يعني خلينا ايه نتكلم شويه على موضوع روسيا اوكرانيا بقى انا كتير ما اتكلمناش فيه. بص يا سيدي. بوتين رجع روسيا الى امجادها. خلال ال 20 سنه اللي فاتوا دول بوتين كان يعني كان بيشتغل هو وميدفيديف شويه هو شويه ميدفيديف ميدفيديف بوتين بوتين ميدفيديف اللي هو السيناريو الجميل بتاعهم ده تمام وبعدين كسب الانتخابات ب 77% وهو مرشح نفسه على فكره الانتخابات اللي جايه وهيكسب لانه رفع روسيا من الحضيض بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي و... وكانت الحاله صعبه جدا جدا قدر يجمع دول الاتحاد السوفيتي وعمل الاتحاد الروسي روسيا الاتحاديه وبدا في الثمان سنين الـ الـ الاخيره اللي هي العشر سنين دلوقتي الاخيره في بناء روسيا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا تمام وقدر يطور نفسه انكب على نفسه وقدر يطور نفسه ويطور السلاح الروسي لدرجه انه هو هو نمره اثنين في بيع السلاح في العالم نمره اثنين في البيع لكن في بعض الاسلحه هو بيتفوق على امريكا يعني اس 400 تضرب يعني باتريوت بالجزمه بامانه يعني يعني عملت مره مقارنه وجبت اس 400 وجبت باتريوت وده بيعمل ده بيعمل لا لا حاجه تانية خالص اس بقى 500 ده حاجه تانية بيعمل دلوقتي اس 600 ده موضوع تاني بقى يعني في الخيالات اللي بيعمله ده وعمل صواريخ فرط صوتيه تمام وعمل يعني صواريخ تستطيع حمل آه، ست رؤوس نوويه زي اسمه رايس اللي عملوا تجربه من اسبوع 46 طن وزن الصاروخ ومدى بتاعه 12000 كيلو بيشيل ست رؤوس نوويه فحط روسيا على آه، مصاف الدول العظمى تاني بعد ما كان آه، يعني طردوه من الجي 8 كان اسمها جي 8 الاول آه، بسبب آه، اقتحامه وضمه الى اقليم آه، القرم له بالتاكيد يعني مطامع يعني هو يريد ان يعيد امجاد روسيا. وخلي بالك بقى روسيا القديمه خلاص كانت بتضم اوكرانيا. انت عارف عاصمه روسيا القديمه كانت كييف. كييف كانت عاصمه روسيا القديمه. فهو يريد بالتاكيد اعاده التاريخ مره اخرى، يعيد يعني روسيا القيصريه وقوتها. وهو مش عاوز يرجع بس اوكرانيا. ده عاوز يرجع اوكرانيا وجورجيا وملدوفا وكل ال17 دوله خرجت من الاتحاد السوفيتي ودخلت في حلف الناتو وترجعوا الثلاثه دول ما دخلوش اللي هما مولدوفا وجورجيا واوكرانيا والسبب هقول لك ايه السبب وهو ذكي جدا حلف الناتو عشان تنضم لحلف الناتو واحد لازم تكون مسيطر على كل ترابك الوطني هتلاقي اوكرانيا كان عندها ايه القرن و... و... وجورجيا عندها ايه ابخاتسيا واوسيتيا اقليمين متنازع عليهم ومولدوفا عندها اقليم بنسى اسمه اسمه صعب قوي عندها اقليم متنازع عليه برضه في مولدوفا فلا يمكن ان ينضموا الى حلف الناتو لانهم لا يسيطروا على كامل التراب وليه لان في مبدا في في حلف الناتو في الميثاق في الماده الخامسه اللي لو تم الاعتداء على اي دوله من اعضاء الحلف، الحلف كله يروح يدافع عنها. طيب انت دخلت النهارده هتقول لهم انا عندي مشاكل مع روسيا وعندي ارض، يبقى لازم يخشوا في حرب مع ايه؟ مع روسيا عشان يحرروا اقليم القرم. طيب يبقى جورجيا واوكرانيا ومولدوفا ما ينفعش. مالهمش. خلاص؟ شكرا. بدا الفخ الامريكي لروسيا مش النهارده وامبارح وبدايه العمليات من سنتين يعني مش في 2021 لا 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 2008 2008 جورج بوش الابن جورج دبليو بوش وجه الدعوه لاوكرانيا للانضمام في حلف الناتو وهو يعلم انها لن تنضم ولكن هو مكايده لبوت وروسيا في الوقت ده اما قلت لك بوتين انكب على روسيا وكان لديه احلام انه ينضم للاتحاد الاوروبي وقدم طلب وترفض قدم طلب انه ينضم للاتحاد الاوروبي وترفض وقدم طلب انه ينضم لحلف الناتو وترفض بعد ما تبقى دوله اوروبيه يعني الكلام ده والله يعني ناس كتير بيستغربوا لكن ده حصل ف لفظ الشيوعيه ولفظ الاشتراكيه وبدا في يعني بناء دولته. وروسيا النهارده بتعتبر دوله راسماليه وليست دوله يعني اشتراكيه او روسيه. وعمق من الفكر الديني في بلده. يعني هو مسيحي ارثوذكس ومتدين وعلى فكره يعني استطيع ان اامن بوتين ولا اامن بايدن او اي رئيس غربي. لان هو فعلا يمكن ان يؤتمن. وصديق يفي بالوعود مع اصدقائه. ف اما امريكا طلبت وجهت الدعوه لاوكرانيا تمام طبعا اشتاط بوتين غيظا يعني غير بقى ان امريكا لعبت في داخل اوكرانيا وشالت الرئيس اللي كان موجود تمام و واتت بزلينسكي، زلينسكي ده كان ممثل كوميدي ولو حاجات هبله جدا يعني يعني شفنا فيديوهات وحاجات حاجات هبله جدا يعني كل اللي عمله في حياته مره عمل دور انه يبقى رئيس اوكرانيا بس يعني ده الحاجه الجاده الوحيده اللي عملها يعني فاتوا بالدميه زيلينسكي عشان ينفذ ايه حاجات الغرب يعني ضد مصالح روسيا وكمان سمح للنازيين الجدد اللي هم لواء ازولف لواء ازولف ده يعني بيرتكب جرائم ضد الانسانيه ضد الاوكرانيين الموجودين في الجنوب وقصف ثمان سنين قصف متبادل وعمليات عسكريه و... اما طلب من امريكا والغرب انه يدوا ضمانات مكتوبه بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو رفضوا وحددهم رفضوا ح... هيحصل مفيش عمل حشود مفيش اقتحم أوكرانيا ومش داخل باقتحم أوكرانيا وبس لا ده اقتحم أوكرانيا وضم كمان الايه الدويلات اللي موجودة طبعا أنا ضد الاقتحام وضد اللي حصل ده ولكن هو مش موضوع نشر الصواريخ ليه لان لو بصيت على الخريطه هنا لو احنا جبنا هنا الخريطه واوري لك الموقف عندهم هناك في روسيا واوكرانيا واجيب الموضوع كله اللي جنب بعضه حالا تمام هنشوفها مع بعض كده ادي روسيا هنا كبيره او دي روسيا اكبر دوله في العالم في الحجم تمام دي كل دي روسيا هنا بقى المشكله كلها هنا ادي اوكرين اوكي وهنا دي آه بيلاروسيا تمام الحدود بقى هنا موسكو شاف موسكو المسافه من موسكو لكييف هي نفس المسافه من موسكو لاستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفي بين لاتفيا وبين استونيا حدود مشتركه. وهنا, وهنا في صواريخ وهنا في صواريخ وهنا في صواريخ. يعني المسافه من هنا يضرب صاروخ على موسكو هي نفس المسافه من هنا يضرب صاروخ من كييف. ادي كييف وادي موسكو. يبقى الموضوع مش موضوع صواريخ. مش موضوع نشر صواريخ، ما في صواريخ منشوره في استونيا وفي لاتفيا وفي ليتوانيا. ايه اللي هيفرق ان يبقى في صواريخ كمان لا الموضوع اوكرانيا لا ليه ان اوكرانيا لها وضع خاص تمام وبعدين آه الاوكران من عرق سلاف نفس العرق الروسي وفي عائلات مشتركه ما بين الروس وما بين الاوكران وفي ناس بتعترض على الحرب اللي موجوده ان في عائلات موجوده وناس ماتوا أوه. فالموضوع هو ارث بعدين بقى ما زينينسكي سمح قلت لك لنزين الجدد دول يعملوا البلاوي ديت و... وبدا يحارب بقى اللغه الروسيه كمان يعني اللغه الروسيه بنعت انها تدرس في المدارس و ف يعني انت بتحاول بقى ايه يعني يعيد ديموغرافيه المكان يعني الناس اللي من اصول روسيه خلاص فالاقاليم بقى اللي في الجنوب اللي هي اخذها بوتين اغلبهم من عرق سلاف من روسيا يعني. ف اما دخل دخل عشان يرجع امجاد روسيا مش عشان نشر الصواريخ وهو لن يقف عند اعتاب اوكرانيا ده تصريح انا قلته في بدايه الازمه لن يقف عند اعتاب اوكرانيا وهو طلب من الناتو وبعد كده طلع الامين العام لحلف الناتو السيد ستولنبرج وقال اللي انا قلته قال ان ان بوتين طلب رجوع كل الدول اللي خرجت من الاتحاد السوفيتي ودخلت الحلف الناتو مش بس اوكرانيا كمان هو كان رافض دخول فنلندا والسويد وفنلندا دخلت تمام مع يعني ان فنلندا على الحدود معاه يعني فنلندا هنا موجوده معاه هنا اهوت و... و... وبالنسبه له طبعا في مشكله كبيره يعني فنلندا موجوده هنا عندها حدود معاه تمام لو بص هنا هتلاقي هنا فنلندا على ما عندها حدود مع روسيا خلاص وفنلندا كانت واخده الح... فنلندا كانت واخده الحياد دايما لكنها دخلت حلف الناتو ومستني دلوقتي كمان السويد انها تدخل الحلف سويدن هي السويدن يعني لها يعني حدود بعيدة مع روسيا ولكن مش مؤثرة زي فنلندا السويد دلوقتي متوقف دخولها حلف الناتو عشان تركيا رافضة أنها تدخل ومقابل أنها تطرد جماعة البي كي اللي موجودة عندها وتعتبرها جماعة إرهابية أردوغان كان مديهم ان هو لغاية شهر عشرة عشان يفكر يديهم الرد لكن بالتأكيد يعني عدى شهر عشرة وإيه والناس انشغلت بقى في شهر عشرة في اللي حصل فيه فهو نايم في الدور ده يعني كده سريعا ايه اللي بيحصل في موضوع اوكرانيا او موضوع روسيا طيب هل امريكا يعني ما بتشتركش طبعا بتشترك الدعم الغير مسبوق واللي عملته مع اوروبا واللي عملته مع اوكرانيا 114 مليار دولار راحوا لاوكرانيا ولسه عايزين كمان 24 مليار دولار ثانيين فعايزين نزودهم كمان من 60 فبالتاكيد هي حرب استنزاف من امريكا لروسيا تستنفذ فيها الطاقات الروسيه القدرات السياسيه والعسكريه ويعني و... و... واقتصاد الروسي تمام والدعم السياسي كمان يعني دلوقتي في ما يقلش عن نص الارض ما, بي... ما, فيش علاقات بينه وبين روسيا بسبب حرب اوكرانيا انا جاي لي رساله صوتيه من الاستاذ احمد سالم يا استاذ احمد سالم ان رساله شخصيه لي انا بعد البس اسمعها ولا سال عايزنا نسمعها لو كده قول تمام آه ده كان موضوع اوكرانيا وموضوع النشر الصاروخ مش موضوع مش نشر صواريخ هي اعاده آه روس القصريه آه طيب اهلا وسهلا نسمة بتقول لنا ربنا يصلح حالنا وحال بلدنا وكافه البلدان العربيه الخليجيه يا رب ويتم وقد هذه الفتنة عاشت أمتنا العربية من المحيط الخليج وتحيا مصر تحيا مصر طبعا شكرا والله نسمة شخصية رقيقة جدا ربنا يبارك في عمرك يا رب بتعتذر على اللي عملوه أنا المفروض اللي أعتذر بس أنا أنا بعتذر بأسلوب تاني أنا بمسح بكرامتهم الأرض فده الاعتذار الاعتذار اللي هو كده وراحوا غسلوا عارهم اعتذاري آه، لكل اخ واخر من لكل اخ واخر اخ واخت قصده من السعوديه والامارات واي دوله يتم سبها من خونة الداخل او من المستعربين آه، 8200 اللي هي كتبها دي 8200 دي رقم الوحده بتاعت اسرائيل الالكترونيه اللي بتعملوا بيعملوا بيها الحاجات السوشيال ميديا يعني. طيب جيمي دالاس جيمي دالاس اللي طلع مش في دالاس طلع في نيويورك انا آه وسهلا دكتور ربنا يخليك طمني من وقت ما عرفت موضوع الغواصة النووية وسط المنطقة وأنا مرعوب أنت عارف أن أمريكا كانت هتضرب مصر بالقنابل النووية؟ أه والله تخيل كانت سيتم قصف القاهرة بالقنبلة النووية بسبب السفينة ليبرتي السفينة ليبرتي دور عليها في النت كده اكتب سفينة ليبرتي دي كانت سفينه تجسس اسرائيليه عفوا امريكيه وموجوده يعني بالقرب من السواحل بين مصر وبين اسرائيل. وكانت بتتجسس على مصر وعلى اسرائيل. فاسرائيل دمرت السفينه دي وقتلت الموجودين عليها كلهم تقريبا قتلت 100 تقريبا طيب الطقم بتاعها 160 واحد و وقالت لامريكا إن مصر هي اللي ضربتها. والأمريكان خدوا الخبر وخدوا المعلومة وبعتلهم لهم كمان زي أدلة يعني إن مصر والسفينة المصرية كانت قريبة و... و فالقيادة الأمريكية أصدرت الأمر بالاعتداء على مصر تو ايجيبت وطلعوا الطيارات خلاص وعليها القنابل النووية لضرب مصر. وبعد كده الأمريكان قال لك يعني نتأكد من, من اللي حصل ده فتم التأكد خلاص وعرفوا إن الموضوع آه لا ده دي مكيدة من إسرائيل وإن اللي عمل الكلام ده الإسرائيليين مش المصريين والطيارات رجعت أدرجها بعد ما طلعت من القواعد وعليها القنابل النووية عشان تضرب مصر بالنووي. آه والله تخيل الحمد لله ربنا سترها معانا فانا اقصد يعني, يعني اطمن مش مرعوب بس خليك مرعوب قوي آه. <applause> ربنا يلطف طبعا آه. أه محمد عرفة بيقول في إشاعة طلعت أن شيخ الأزهر عبر المعبر رفح وخطب ضد إسرائيل لا الكلام ده غير حقيقي ودعا للجهاد الكلام ده غير حقيقي شكرا يا عرفة أه طيب آه تمام دي كلها اعتذارات وحب وغرام موضوعات آنسة آه آه عمرو آه الله يرحم الرئيس الشهيد مرسي الوحيد الذي قدر يوقف الحرب على غزه لما هدد اسرائيل صح مم. هدد اسرائيل تخيل كمان انه عمل حاجه ثانيه عشان يحل ازمه سد النهر قال إيه سنرفع أيدينا بالدعاء إلى أن ينزل المطر الغزير على مصر <applause> حسبي الله نعم كيفك فيك يا عمرو إن شاء الله تتحشر معاه بإذن الله حبيبي أهلا وسهلا عمرو ممكن تلحق السوبر ماركت ملحق السوبر ماركت تلحق على فكرة أنا سمعت كلموني في السوبر ماركت قالوا إن شامبو عاركو قرب يخلص فلحق أخد لك حاجة حبيبي من من عنده اهلا وسهلا. آه بص يا رضا رضا حجازي بيقول لنا اظن يا دكتور اللي حدث في غزه دي المره خلق عند اسر الشهداء ثأر لن ينسوه حتى لو حدث حل الدولتين. آه ناخد حل الدولتين وبعد كده نتكلم في الموضوع ده بيننا وبين بعض. طيب اهلا وسهلا. آه نشأت عطلة أنا يعني نشأت المشكلة إن حماس بتعلن إنها عاوزة كل الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية وده بيخلي إسرائيل بتقول إنها لا إنها لا أداة الفلسطينيين حق لدة الفلسطينيين حقهم مش هيشبعوا ده شكرا ورد على السؤال اللي قبليه كلام مظبوط موضوع بقى من النهر لل... للبحر ده خلاص بقى بطلوا الكلام ده ادونا ال 22% في المية. نبوس ايديكم والنبي ربنا يخليكم ونخلص فادي اهلا يا فادي مساء الخير يا أكتر أكتر؟ ما راح ده زي نكتر كده اللي هو العصير طيب أهلاً وسهلاً هو أصله دكتور طبعاً أهلاً وسهلاً ما رأيك في من يتظاهرون أمام السفارة المصرية في الضفة؟ لفتح معبر رفح ما المعبر مفتوح ولا تظلون ما سفروا البريطاني ومن يساعدون اسرائيل عجبي كلامك مظبوط والله والله العظيم المعبر مفتوح والنعمه الشريفه المعبر مفتوح والله العظيم المعبر مفتوح طيب آه احمد والله شكرا على الجمله عاجلا ام اجلا سوف تخرج اسرائيل من القدس صحيح بس اسرائيل مش في القدس على فكره. القدس عادي يعني تحت سيطرة الاردن. عدلها. قصدك من يعني الاراضي المحتله. تمام. آه. طيب آه حكيم خيار. اهلا وسهلا حكيم خيار. أمريكا تروع في الناس مثل أفلام هوليود يا طيب الغواصة ليس لها معنى هناك قواعد مثل العديد وسليلي تمام اوكي في قطر فيها رؤوس نووية ومع ذلك أمريكا تبحث على من يموت في مكانها وتتربص لمصر ده انا مش فاهم حاجه. الواضح ان اخونا خيار بيستخدم جوجل اهلا وسهلا. اكتب باللغه بتاعتك اكتب انجليزي لو عندك وانا هرد. الاستاذ علي سعد اهلا وسهلا يا دكتور حل الدولتين جميل بس اليهود موافقين على ده ومين قادر عليهم ولو مش موافقين. العالم هيقدر عليهم يعني ما في نقطه اما تبقى في عزله دوليه ويبقى في احساس انهم ممكن ينزع عنهم الحمايه يعني ممكن جدا يوافقوا يعني جيمي دالاس اهلا يا جيمي اهلا وسهلا صباح الفل ست اللواء اهلا وسهلا عليكم ورحمه الله وبركاته عندك غاب امبارح ست اللواء تمام ليس حكام العرب ليش حكام العرب <applause> علي الحويطات طب تخليك ذكي طب ما تحط اسم تاني غير ده الله خليك ذكي كده قفشناك عارف اللي هو ايه يعني عارف اللي, اللي يعني اللي ماسك داخل يسرق الجزم من قدام الجامع ده انا مسكتك قبل ما تمسك اي جزمه علي الحويطات طب ما خلاص ما كده تفقس كل حاجه خلاص مش هرد بقى وهخليها فضوله ليكم اخر الحلقه هنتكلم فيها ليش حكام العرب ما يتدخلون اتدخلوا يا حبيبي بس انت ما حسيت طيب آه من صدفه النور قطع اليوتيوب لقيت حضرتك برنامج شغال الله يكرمك الله يخليك يا حبيبي اهلا وسهلا صديقي الصانع المصري النجار الجميل محمدين ابو شوشه اهلا وسهلا جورج يوسف بيقول البعض يقول روسيا وجهت ايران للدفع بحماس لشغل امريكا في جبهه غزه لا أصل على فكره يعني احنا متفقين ان بنيامين نتنياهو كان عارف صح؟ يبقى الموضوع ملوش علاقه بالمؤامره من بره المؤامره من جوه تمام اذا كان هناك دفع للمؤامره كان عشان اجهاض صفقه التطبيع بين السعوديه وبين اسرائيل بس وطبعا ده يبقى دور ايراني لكن روسيا ما مصلحتها في روسيا ان يكون في توتر في المنطقه وهي لا تريد التوتر بالتاكيد يعني روسيا تريد ان يكون لها منفذ على المياه الدافئه من خلال قاعده ابو طرطوس وقاعده قاعده حميمم وعايزه يستقر الملفات مش عايزه الملفات انها تولع مش من مصلحه يعني روسيا اشتعال نتازك ده عشان يعني يلهي امريكا عن اللي بيحصل في اوكرانيا طب ما هو مش محتاج الكلام ده ما هو بيكسعم اوكرانيا كل يوم والناس ما بتتكلمش في اللي بيحصل في الحرب الاوكرانيه في تقدم كبير جدا للروس الفتره اللي فاتت على اوكرانيا. حمدي عليان اهلا وسهلا عندي فكره عندي هنخليها فكره للاخوان يمسكوا لافتات بتقول يا سيسي نيع نيع قبل الفرصه دي ما تضيع بيع يا سيسي بيع بيع عبد الفرصة دي ما تجيع مش عارف يا حمدي هم ما بيقولوهاش يعني ما بيقولوها بس احنا عبرنا ما عم بيع لا توجد تقنية تكنولوجية توقف المقاومة عندما توجه بدم تواجه دم هذا ما تعجز عنه أمريكا والصهيون وعيانهم الغربيين طبعا يا حكيم المقاومة فكرة وفلسفه لا يمكن ان تقتل فكره يمكن ان تقتل المقاوم لكن سيظهر لك الف مقاوم احسنت يا امير المؤمنين هتودوني في داهيه طيب هو في الدكتور متعصب النهارده حسبنا الله على معصبه لا خلاص خد كفايته امين ربنا يجعل كلامك خفيف علينا النهارده يا امين. اعتقد انه لا يتواجد اي حلول جديده بالعالم والتغيير خصوصي بموقف امريكا واسرائيل الا بحرب عالميه نوويه تعيد بناء وتاسيس عالم جديد. امين روح. امين روح. تمام. بص القناه بتاعتك بعد ما تطلع من القناه بتاعتي كده هتلاقيها ايه؟ شويه كده هتلاقيها على الشمال. روح يا امين. طيب للاسف آه. يا دكتور آه عاطف احمد عاطف آه لغه العار ومش العار اللي طلعها اليمين دول لا تدل الا على جهل الاكثريه من شعوب الع... بالعلاقات الدوليه اللي شبهها بعلاقاته الشخصيه حقيقي ربنا يحفظ حضرتك من الجهله اللي بتوعيهم ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي هو ربنا يكرمه ويبقى غسل عاره آه. أم محمد دخلت برضه نفس الكلام أول امبارح أنت عمال تتحك تضحك بالضاد صح؟ ودال نسيت الدال وضاد مش فاهم <applause> والأطفال بتموت؟ لا ما بنضحكش أن الأطفال بتموت إحنا بنضحك على العاهات اللي ربنا بيرزقني بيها هنا في القناة أهلا وسهلا حضرتك آه معلوش قفشك يعني انت مسحت الكومنت اه ده مخطط يا جيمي دالاس جيمي دالاس عايزني اتعب وادور على الكومنت طب ما تكتبها تاني يا جيمي اهلا وسهلا آه. آه حضرتك بعتيلي امل حاضر يا فندم يا لهوي، بس أصحي، ما دام لك وما صحيتش انا يعني لحضرتك طيب مش لاقيها فين مش لاقيها يا أمل أبص على البيزنس طيب أنا مش لاقيها يا أمل للأسف طيب هنا وصلنا فين اوكي ماهر أه يعني يا ماهر ماهر اسماعيل تحياتي محمد باشا كامل الاحترام لسيادتك محمود يا فندم ولا ممكن محمد سيادتك ازكى سياده اللي هو محمد ابو النجا اهلا وسهلا ايوه هو الاقليم المنال ب 60 نيله ده اشكرك يا فندم ربنا يبارك في عمرك يا احمد اقليم ترانسيسيتيريا في مولدوفا آه، اهلا وسهلا ترانس دينس دينسيتر ترانس يا مرحبا حبيبي اهلا بك آه تحيات تحيات سلامات تمام أمل تحيات دينا آه يا دينا دكتور اعمل وقت ثابت للبث بعد اذنك مش عارفة اتابع البث بانتظام والله انا عايز اعمل كده يا دينا وحياة ولادي بس ان شاء الله هتتظبط آه هنظبطها باذن الله وغالبا هيكون بتوقيتنا هنا في امريكا من 11 ل 12 يعني يبقى عندكم في مصر سبع ساعات يعني تقريبا ستة لسبعة مساء ده غالبا هيكون اللي هو برنامج الصغير اللي هو خمسة سياسة أما بقى البرنامج طريق المعرفة بقى ونحن نقعد ونتكلم ده إن شاء الله هنعمله بإذن الله يعني هنتفق على ميعاد بقى إيه يتناسب مع المواعيد كلها تمام تمام بالتالي كده خلصنا آه فايز مسعود أنا يعني فايز why the economy in Egypt went bad I lost the value of the money in the Egyptian bank آه في عوامل كتيرة قوي في حلقة امبارح ممكن ترجع لها هتلاقي في ساعة وشوية على الاقتصاد آه آه، القدس مدينة محتلة وتحت سيطرة إسرائيل أما المسجد الأقصى تحت الإشراف الأردني آه، في في حاجة اسمها البلدة القديمة وفي حاجة اسمها آه، القدس البلدة القديمة دي اسمها القدس الشرقية تمام دي اللي بتتمتع بالحماية الدولية أما القدس بقى اللي هي فيها مبنى الكنيسة والمباني الرسمية هناك ده القدس الغربية أهلا وسهلا بس سعيد سعيد سيد سيد اهلا وسهلا هل حضرتك يا بروف تتوقع اي سيناريو الحرب والصالح من غلب بعد الانتهاء؟ لا حرب لا اعتقد ان ان شاء الله حيكون في حرب باذن الله. واعتقد ان الموضوعات ان شاء الله هت يعني يعني هتوصل الى التسويه باذن الله أه... خالد السالم السليم اهلا وسهلا دكتور في الثمانينات كانت امريكا تمتلك غواصه واحده وكانوا يتغزلون الغو... الغواصه قدرها على محو قاره كل يوم جلست ابحث ان امريكا حاليا تمتلك 14 غواصه امريكا عندها جيش وحش قوي أوي. حاجه قذره يعني عبد الله العبدلي لا اتوقع انها تكون حرب اقليميه انت لا بصراحة فين بدري كده الساعه داخله على 8 انا عندي بعد كده لقاءات يا الاباندا ازيك يا الاباندا عامل ايه عندي بعد كده لقاءات فقلت بقى ايه احلى داني واجهز والبس بحيث ان اخلص معاكم وبعدين افطر واركب البنت للمدرسه وبعد كده انزل اخلص لقاءاتي عندي صدى البلد الساعه ستة بتوقيت مصر يبقوا كام بتوقيتنا هنا الساعه 6 بتوقيت القاهره يعني الساعه 11 يعني كمان ثلاث ساعات عندي صدى البلد وكان عندي القاهرة الإخبارية بس مش هقدر أطلع معاهم. آه في طيب تمام طيب. آه 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 إن جي علي أهلاًي إن بقولك بقول يا دكتور لو مفاوضات سد النهضة القديمة فشلت إيه سيناريو مطروح وكمان هيبتدي الملء الخامس يا إيه جماعة الملء بيبقى في السنة المائية السنة المائية بتبدأ في شهر آخر 30 ستة في بداية يوليو وتنتهي في نهاية عشر يعني إحنا لسه مخلصين السنة المائية لسه ما خلصتش تخلص في شهر ستة اللي جاي فأنت عايز تقول إنه هيبدأ يملى دلوقتي ولا قصدك هيطلع يعني يرفع الحاجز الوسطي ممكن بس لا اعتقد انه هيرفع حي... حي... الحاجز الوسطي لكن ملء الخامس ده هيبدأ يملأ امتى هيبدأه شهر ستة السنة الجاية 2024 اربعة نعمة علوان اهلا يا نعمة انا في كندا بس قلبي في مصر وخايف عليها خايف نعمة لا في غلطة في الكتابة ولا غلطة في الاسم اهلا وسهلا آه، تحيا مصر وعاش السيسي زعيم مصر وعاش الجيش ربنا يبارك في عمرك آه، تخاف ازاي يا نعمة ومصر المحروسة جزار الخرفان حبيبي اهل آه، تصحيح المعلومة الملك سلمان اتبرع بثلاثين مليون والامير محمد سرعة 20 مليون والشعب السعودي وسط 360 مليون يعني تعدى ربع مليار ربنا يبارك في عمره تمام طيب احنا كده وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده وكنا مع بعض في جو جميل ولذيذ وردينا على بعض الاوغاد ولكن انا طبعا بعتذر على الحده اللي أنا كنت فيها النهاردة ولكن ده كان اللي لازم يترد عليهم. اليوم طيب عموما أنا بسعد جدا بوجودي معكم وإن شاء الله نلتقي سويا في حلقة قديمة حلقة جديدة من طريق المعرفة وبإذن الله احتمال كبير يكون في حلقة تانية النهاردة إن شاء الله إذا أحيانا ربنا أنا بحبكم في الله يا رب أحرز غزة يا رب واحميها واحرس مصر رب واحميها و... على خير برنامج طريق المعرفه من انتاج قناه من امريكا واشنطن الولايات المتحده الامريكيه يمكنكم التواصل مع القناه من خلال منصات التواصل الاجتماعي الاتيه للاسئله والمقترحات من خلال بريد القناه mac@minamerica.com